السلام عليكم. الأول يعني أنا كنت مبسوط إن أنا والله مشارك في حاجة زي كده للناس كلها، يعني أنتوا طلبة في الأول والآخر كنا الواحد في نفس مكانكم، فدي حاجة الواحد اتبسط إن هو يعني يحاول يدي معلومة لناس زمايله، وهو هيكون كمان سنة سنتين زمايله في المجال يعني بإذن الله، سواء في مجال الستيل ميكنج، في مجال الانسبكشن، في المجالات بتاعتنا كلها يعني كوروجن، أي مجال من المجالات الفلزات يعني والتخصص بتاعنا. فانتوا في الاول والاخر زملاء ليا، قبل يعني ما اكون انا راجل هشرح لكم حاجه دلوقتي، انتوا زملاء في الاول والاخر يعني. فاتمنى ان ربنا يكرمكم كده ويوفقكم واشوفكم كده في احسن اماكن باذن الله، وتشرفونا في اماكن كويسه باذن الله كده، وربنا يكرمكم وتخلصوا وتتخرجوا على خير ان شاء الله كده شباب باذن الله. طبعا يعني انا هبدا بس كده بحاجه بسيطه، يعني تعريف برضه عشان تبقى الناس عارفه مين برضه المحاضر اللي معاهم في المحاضرة. أنا محمد بهجت عبد الباقي، تمام. أنا خريج هندسة بترول وتعدين، تمام، قسم الفلزات والمواد السويس، خريج سنة 2016 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. وأنا كنت بدأت التحضير الماجستير بتاعي في 2017، يعني 10 2017 بداية الماجستير، بس دعواتكم بقى نخلص على خير إن شاء الله كده يعني. كنت يعني خلصنا، اعتقد احنا بنخلص في شهر 7، في شهر 7 كده بيكون المشروع اتناقش والكلام ده كله، خلصنا في شهر 7. انا كنت برضو للناس عشان تبقى عارفه القصه، انا كنت قدمت في حي العز في شهر 10 وبدات الاختبارات في شهر 10 برضو، بعدها على طول كنت قدمت في يوم مش فاكر والله اليوم، بعدها بيومين ثلاثه بالظبط اتصلوا بيا في عندك امتحان. تعينت بعدها في شهر 12 2016 كمهندس انتاج في مصنع الاختزال المباشر حديد عز في العين السخنه، تمام. انا هبدا كده ان شاء الله النهارده هنتكلم باذن الله عن الدي ار اي اللي هو الدايركت ريديوسد اير، تمام، او الحديد المختزل. يعني الاجنده بتاعتنا هيكون فيها النهارده كام موضوع. طبعا قبل ما اقول لكم المواضيع اللي معانا برضو، طبعا الناس ما تخافش من الموضوع، ما يبقاش عندها رهبه جامده. للعلم احنا كخريجين هندسه بترول وتعدين قسم فلزات احنا ما درسناش الكلام ده، علشان بس الناس ما تتفاجئش بالكلام. هو الكلام هيبقى صعب شويه عليكم في الاول، في جزء هيبقوا انتوا المفروض ملمين بيه شويه اللي احنا درسناه يعتبر في الكليه، والجزء الباقي ده هتلاقيه حاجه جديده جدا عليك، والى حد ما ممكن تقول انها مش تبع الفلزات، يعني ما اقدرش اجزم واقول لك ان دي فعلا دي فلزات، لسبب لان هي يعتبر المصنع الدايركت ريدكشن بلانت، تمام، يعتبر الى حد ما جزء من البتروكيميكالز، لان في حاجات كده معدات كتيره جدا تنضم يعني تبع صناعه الريفاينر التكرير والكلام ده كله، حاجات مشتركه كتيره جدا ما بيننا. فالناس يعني ايه ما تقلقش من المصطلحات، هتبقى حاجات بسيطه ان شاء الله على قد ما اقدر احاول برضو اسهلها لكم باذن الله كده، يعني مش هصعبها، مش هنصعب الامور باذن الله، ونحاول على قد ما نقدر. حتى لو يعني الواحد انا هكون مبسوط ان تطلعوا باي معلومه من المحاضره النهارده، انا هكون مبسوط ان انتوا لو طلعت معلومه واحده ده كفايه عليا يعني، انا هكون مبسوط جدا يعني. بس اتمنى ان شاء الله انتوا عرفتوا تحصلوا اكبر قدر من المعلومات من البرزنتيشن باذن الله، وانا تحت امركم برضو فيما بعد لو حد حب يستفسر على اي حاجه فيما بعد، انا ساب الكونتاكت بتاع هنا موجوده، الكونتاكت انفو موجوده، بحيث لو اي حد حب يتواصل انا تحت في اي وقت براحتكم جدا يعني. طيب الاجنده بتاعتنا النهارده عشان ما اطولش عليكم، هنبدا بانتاج الايرون اوكسايد، تمام، اللي هو خام اكسيد الحديد، عمليه الانتاج بتاعته وايه الخصائص المميزه ليه وايه الحاجات اللي احنا بنبص عليها في خام الحديد. هنتكلم عن اساسيات عمليه الاختزال المباشر، هنتكلم عن يعني اللي اوت بتاع المصنع الاختزال المباشر في حديد عز، وهنتكلم عن الحاجات المين ارياز اللي هي المناطق الرئيسيه في مصنع الاختزال المباشر في حديد عز. ان شاء الله هنحاول يعني يكون ان ديتيلز شويه، يعني هتكون في حاجات فيها تفاصيل. وفي الاخر كده برضو في شويه كونسبتس مهمه جدا، يوم ما تروح اي مصنع دي ار اي او يعني تحب تقرا عن دي ار اي، هتسمع الكونسبتس دي او المفاهيم دي هتبقى تسمعها، فلازم تكون عارفها، فدي هختم بيها برضو. طيب يا شباب، اول حاجه، اول سؤال بديهي، احنا بنتكلم عن ايرون اوكسايد، فهي ايه صور الايرون اوكسايد اللي احنا نعرفها؟ لو حد برضو حابب يشارك، انا من النوع اللي بحب اخلي الناس برضو تشارك، بس لو يعني لو لقينا الدنيا هتبص شويه هبدا اتكلم انا يعني.
او حاليا الفتره دي اول كام حاجه دول هتبقى الناس يعتبر درساها وممكن تشارك فيها برضو، بحيث ان بشايف الناس واصله لفين بالظبط في اللي انا هبدا اشرحه. لو حد حابب يشارك دلوقتي، ايه صور الايرون اوكسايد اللي عندنا اللي احنا درسناها؟ اكسيد حديد ثلاثي، اكسيد حديد ثلاثي واكسيد حديد خماسي. طيب هو هم ليهم اسماء يا شباب؟ يعني ممكن تقول لي الكيميكال فورم؟ الله ينور. تمام. بالنسبه للهيماتايت وماجنتايت وبوكسايت، بوكسايت وليمونايت وماجنتايت وفي الاوليتيك برضه كنا امبارح. هو في الاساس دراي. طيب خلاص انا هخش بقى. الناس يعني ما شاء الله بدات، الناس فعلا واضح انها ايه بدات عارفه الصور بتاعه الايرون اوكسايد. طيب عندنا اول حاجه عندنا الهيماتايت اللي هو الاف اي 2 او 3. تمام. وده اكثر الايرون اوكسايدز تمام استابيليتي في الطبيعه، هو ربنا خلقه ده الاكثر استابيليتي، ده اللي موجود في الطبيعه بكثره. يعني ده اكثر واحد موجود اللي هو الاف اي 2 او 3. تمام. برضو انا هبدا اغير، معلش لحظه. الاف اي 2 او 3 الهيماتايت ده هو اكثر العناصر او اكثر انواع الايرون اوكسايد المتوفره في الطبيعه واكثرهم استابيليتي استقرارا. يليه عندنا الماجنيتايت اللي هو الاف اي 3 او 4. تمام. وده الماجنيتايت. وفي عندنا بعدها يليه في برضو عندنا النوع الثاني اللي هو الفوسفايت. تمام. اللي هو الاف اي او. يبقى انا عندي ثلاث صور مشهورين جدا للايرون اوكسايد اللي هم الاف اي 2 او 3 هيماتايت، اف اي 3 او 4 ماجنيتايت، والاف اي او اللي هو الفوسفايت. تمام. ده نوتو بتاعها فوسفايت لان هو اساسا العالم او الالماني، فهو الدبل هنا بتنطق في فتسمى فوسفايت. يعني ده معلومه برضو عندي، ما اعرفش لو هي صح او غلط، ممكن لو حد عنده معلومه ثانيه يصححها لي عادي مفيش مشكله. طيب يبقى احنا كده عرفنا عندنا ثلاث صور لانواع الاكاسيد، لانواع الايرون اوكسايد، ثلاث ايرون اوكسايد فورمز. طيب منظر الايرون اوكسايد، احنا عندنا بيجي المصنع بتاعنا ده اسمه مصنع الاختزال المباشر. قايم على ايه؟ قايم ان انا بختزل الايرون اوكسايد، تمام، اكسيد الحديد اللي هو اما بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده على هيئه حاجه اسمها البيلتس بالمسمى ده، عشان الناس ما تتلخبطش ان في كلمه بيلتس ثانيه. البيلتس بتبقى الاول بي فور بوك اللي هي الخفيفه، تمام، بي اي ال ال اي تي على ما اعتقد او اي تي مش متذكر. ده اللي هو في مصانع الصلب بقى في الستيل جوه اللي هو بيطلع اللي هيبدا يتشكل ويتعمل ريبارز، اللي هي بتبقى حوالي 13 سم على ما اعتقد الابعاد بتاعتها. طيب يبقى انا عندي الايرون اوكسايد بيلتس اللي هو بالمنظر ده زي ما انتم شايفينها بالظبط. ده اللي بيبقى، ده اللي بيجي عندنا المصنع، ده الاكسيد الحديد بياخد الشكل ده، تمام، او شكل حاجه اسمها اللامب اور، يبقى حاجه متكسره زي كده بالمنظر ده موجوده وبنتعامل بيها. طيب ايه الافضل، احنا نشتغل بده ولا بده؟ لا، الافضل احنا عندنا الايرون اوكسايد بيلتس ده بيبقى افضل من اللامب اور. ده اسمه لامب اور، ايرون اوكسايد لامب اور. البيلتس افضل لسبب، يبقى عندها سترينث اعلى من اللامب اور، تمام، وبالتالي فانها تعرض لما تتعرض لاي لود فوقها في الرياكتور عندنا يعني هتستحمل معانا شويه، تمام، على عكس اللامب اور بيديني كميه فاينز جنريشن عن طريق الاحتكاك بالشارب ايدجز بتاعته دي، تمام، مع الحركه بتبدا تحتك وبعضها وتبدا تديني فاينز اللي هي عامله زي التراب زي الدست بيتولد منها نتيجه مع الحركه مع النقل الكلام ده كله. فانا افضل عندي البيلتس، بالاضافه ان التوتال الحديد اللي موجود في البيلتس ده، تمام، بيبقى معمول ان البيلتس دي بيبقى تعملها عمليه كونسنتريشن فبيوصل لكميه حديد في البيلتس اكتر من اللامب اور. فدي حاجات من المميزات بتاعت البيلتس، احنا ليه بنستخدم البيلتس بكميه اكتر من اللامب اور. اللامب اور بيخش معانا في كان ماده كمواد خام، تمام، موجوده عندنا في الصناعه موجوده بس بكميه اقل من البيلتس، ممكن نقول ان بنوصل مثلا 20-25% بالكتير، مقابل ان هنا 75-80% وممكن كمان 100% بيلتس. يعني ممكن اشتغل 100% بشتغل 100% اصلا بيلتس وفي لامب اور ممكن ما اشتغلش منه خالص. فبرضه الناس تبقى فاهمه، لا الحاجه البريفيرد عند الناس بتوع الدي ار اي البيلتس طبعا افضل ان هم بيشتغلوا بيها. يعني ده المنظر عشان الناس برضو فاهمه بالظبط الصور دي كانها دي من المصنع بالظبط، يعني كانها في المصنع. انا عايز احطكم برضو احاول احط الناس انها كانها في تدريب صيفي وشافت الكلام بعينيها. فده الصور الحقيقيه بالظبط، البليس بشكل الكور دي واللمب بيبقى من نفس الشكل ده. طيب
الحاجات دي بتنتج ازاي؟ يعني هو انا هو هل بيجي لي، هل انا بلاقيه كده في الطبيعه؟ ما بيحصلش، لا ما بلاقيش كده الكلام ده في الطبيعه، ولكن بيتم الناس تبدا ترجع لكورس اليونت اوبريشن لو العمليات المشتركه هفكركم بيه دلوقتي عن طريق عمليه انتاج الايرون اور برودكشن. في فيديوهات بس كده تعريفيه بسيطه ان شاء الله الناس يعني تتابعها معايا، انا هشغلها دلوقتي وان شاء الله تستفادوا منها. دي بالظبط الحاجه اللي بتحصل لحد ما يجي لي الايرون اوكسايد على هيئه البيلتس دي لحد ما يوصل عندي المصنع. دي العمليه اللي بيتم خلالها تصنيع البيلتس دي لحد ما توصل عندي في المصنع. فانا هبدا اشغل لكم فيديو برده عشان الناس تبقى ايه متابعه عمليه الانتاج الايرون اوكسايد بيلتس لحد ما بيوصل للمصانع عموما. تمام، فانا هبدا دلوقتي اشغل الفيديو. طيب ماشي شباب، ممكن برضو حته تاني قبل الكلام ده، في برضو هوريك في الفيديو ده. طب سؤال بسيط، هو احنا ليه بنعمل الكلام ده؟ العمليه اللي هتشوفوها في الفيديو دي كلها ان انا اوصل لحد البيلتس دي، هل انا عشان اوصل للشكل اللي انتم شايفينه بس اللي هو شكل البيلتس اللي هتيجي المصنع او شكل الضم؟ هو الغرض من ورا العمليه اللي بتحصل ان انا ببدا ادخله في كساره واعمل الكلام ده كله، حد عنده معلومه؟ انا هل لما انا بلاقي الايرون اور خام الحديد ده بلاقيه في الطبيعه بيبقى فيه مثلا تركيز حديد قد ايه او الكلام ده، ولا الناس ما عندهاش معلومه؟ لا هو مش بقى جاي بعمل وبيتم نخله يتم تنقيته وتركيزه بيدخل على يعني اعتقد زادت ان هو العمليات بتبقى عشان ترفع النسبه بتاعت نسبه الحديد فهمه كده يعني كونسنتريشن تقريبا يعني. تمام جدا فعلا. الراجل اللي جاوب معانا وقال لي فعلا انا الاساس ان انا ابدا ارفع نسبه الحديد فعلا، ده الكلام ده الحاجه الاساسيه، ان انا الحاجات اللي هتتم على خام الحديد اللي بلاقيه في الطبيعه ده عشان اعمل كل العمليات اللي بتحصل عليه دي علشان ارفع نسبه الحديد فيه كونسنتريشن بتاع الحديد على قد ما اقدر بحيث اوصله عشان ما يبقاش مكلف عندي اقتصاديا. انا مستحيل ان انا تقول لي لو انا جبت لك خام حديد اكسيد حديد في نسبه الحديد بس لوحده 30%، هل هتكون اقتصاديا مجديه زي ما ادي لك مثلا حديد فيه نسبه 67 66%؟ مستحيل. فانا بعمل الكلام ده كله علشان ادي لك حديد فيه مثلا 66 67% توتال اير. تمام، وانت تعرف تعمله عمليه الاختزال فتعرف توصل بيه بالحديد ده، توصل بيه حاجه 90% حديد. انا هشغل الفيديو دلوقتي برضو هنا اوريكم برضو بدايه الحاجه بتتعمل. ده يا شباب في الاول كده برضو عشان ايه اقفلكم هنا، معلش لحظه. انتوا شفتوا البدايه، المنظر ان هو بيبدا يعمل عمليه تفجير، بيبدا يعمل عمليه تفجير في علشان يوصل لل عشان يكسر الاول، ان هو بتبقى عباره زي ما قلنا عن ان هي بتبقى عباره عن جبال. العربيات اللي هي ملاها بالحديد من المنجم، تمام، ملاها بخام الحديد من المنجم، هيبدا يوديها على كسرات. انا هخش هنا على الفيديو ده اللي هو بيبدا يدينا الكسرات برضو. طيب هو هنا بيتكلم بيقول لك ان انا ايه ببدا عشان اوصل للخام الحديد اللي هو عباره عن حجاره معايا ده، اوصل بيه من الحجم المطلوب، فانا الاول لازم اعديه على كراشرز. تمام، اعتقد ان احنا درسنا الكراشرز، في حاجه اسمها الجو كراشر وفي حاجه اسمها البول جرايندنج والكلام ده، في انواع كتير. فده دي حاجات من انواع الكسرات اللي هيبدا يدخل فيها الخام الحديد اللي احنا شفناه، تمام، باحجام كبيره عشان يبدا ايه يصغر ويوصل للحجم اللي هو الديزايرد، اللي هو الحاجه اللي انا عايزها، الحجم الصغير اللي انا ابدا عايزه.
والعمليه دي اللي هي عمليه الكراشنج للحجاره الكبيره اللي احنا شفناها دي علشان ابدا اكسرها لاحجام صغيره. تحتوي على خام الحديد تمام وهيبدا يعمل لها حاجه عمليه اسمها الفروث روتيشن. اعتقد الناس درستها معانا برضو. الفروث روتيشن ده اللي هو التعويم او التنقيه بالتعويم، بيبدا يدخلها في احواض كبيره جدا زي كده. اتفرج برضو نبص بيعمل ايه بالظبط، بيتعامل معاها طيب هو هنا بيتكلم بيقول لك ان انا ببدا اشحن كل سيل، نسمي دي سيل خليه تمام. الخليه دي بيبدا يشحنها بالانتريتد اور اللي هو الاور غير معالج اللي هو لسه ما تنقاش، اللي هو فيه نسبه مثلا حديد 30-40%، وانا عايز ابدا اعمل ايه؟ انقي الخام ده بحيث ان انا ارفع نسبه الحديد في الخام على قد ما اقدر. طيب بيبدا زي ما قلنا بيدخل انتريتد اور اللي هو خام غير معالج مع الهواء، وبيبدا كمان بيبقى فيه كيميكالز. هنا بيقول لك ان هو بيضيف في الخليه زي ما قلنا الخام الغير معالج، بيضيف هواء بيبدا يقلب فيهم ويضيف معاهم كيميكالز مواد كيميائيه تمام، بتبدا تجعل الامبيوريتيز الشوائب زي مثلا السيليكا زي الالومنيوم زي المغنيزيا زي الكالسيوم اوكسايد تمام. الحاجات دي بتبدا ما تلزقش في البابلز بتاعه الهواء، ويبدا الخام الحديد بس اللي هو الاوكسايد نفسه يبدا يروح على البابلز بتاعه الاير بابلز، يبدا ايه يلتصق بيها عن طريق الكيميكالز دي. خلينا برضو نبص ونكمل الفيديو وانا معاكم هشرحه. تمام هو هنا في الفيديو ده كده قال لك ان انا بعد ما عملت عمليه الفروث روتيشن اتخلصت من السيليكا تمام، وبعض الشوائب الاخرى عن طريق ان هو بيبقى فيه الكيميكالز ده، بيبقى فيها جزء هيدروفيلك اللي هو محب للماء، وهيدروفوبك اللي هو حاجه كاره للماء، بتبدا تلتصق بالحاجات اللي انا مش عايزها، ويبدا السيليكا تبدا تنزل لتحت، ويبدا الخام اللي انا عايزه بيبدا يطلع لفوق، ويبدا اخرجه من فوق. فهي اسمها عمليه ايه؟ التنقيه بالتعويم. بيقول لك برضه ان انا بدات عملت فلتريشن ثانيه من الحاجات الميه والكلام ده، بحيث ان انا برضه اوصل الاجزاء الاحجام المعينه اللي انا عايزها من الخام الحديد تمام اللي انا هبدا اشتغل عليه. طيب احنا كده وصلنا ان انا خلاص نقيت على قد ما اقدر الخام من بعض العناصر اللي انا مش عايزها تمام، واللي هي يعني برضو تسمى كده بالانجليزي اللي هي اسمها الجانج ماتيريال. الجانج او الجانج دي اللي هي المواد اللي انا مش عايزها، اللي هي انا مش محتاجها، يعني مش مفيده بالنسبه لي في الصناعه. بعد ما خلاص نقيت وعملت الكلام ده وبدات اوصل خلاص وصلت الخام الحديد للكونسنتريشن اللي انا شبه عايزه تمام، ببدا اعمل عمليه البليتايزنج.
هو دلوقتي خلاص احنا وصلنا ان احنا كنا في حجم عباره عن زي التراب. طب هل ينفع ان انا ابيع الخام الحديد على هيئه التراب ده؟ لا طبعا مستحيل. فان انا عشان كده بيبدا عمليه البليتايزنج اللي هي التكوير، ان انا ببدا اعمل له عمليه تكوير للفاينز اللي انا الفاينز اللي هتحتوي على او التراب ده اللي يحتوي على خام الحديد. تمام، في حاجه اسمها البليتايزرز بالمنظر ده. تمام، هو هنا بيقول لك ان هو برضو على بيضيف بعض الكيميكال بايندرز. البايندرز دي اللي هي الحاجه اللي تبدا تربط الجزيئات الصغيره دي الفاينز بتاعه الحديد، تمام، اللي هتحتوي على اكسيد الحديد مع بعضها عشان تبدا تكبر وتكوني البيلتس اللي احنا هنشوفها دي اللي هي الكور اللي احنا هنشوفها. طيب زي ما احنا شفنا في الفيديو، هو وصل للبيلتس اللي احنا عايزينها، الشكل اللي انتوا شفتوه اهو وصل لنا. تمام، طيب بس يحتوي على كميه كبيره جدا من الميه، لان هو شغال بيبقى فيه كيميكالز وميه والكلام ده كله. تمام، وبالتالي بيبدا يعمل عمليه الروستنج اللي هي التحميص، ان ابدا ادخلها. انا ما ينفعش طبعا انقلها كده ابدا انقلها للمصانع او الناس الكاستمرز بتوع اللي هم عايزين البيلتس بالوضع ده، لانها فيها كميه ميه، مجرد ما انا ابدا احطها على بعضها اصلا هتلاقيها اتكسرت تاني. فعشان ابدا اتفادى ان انا اشيل الميه دي كلها منها، تمام، بيبدا عمليه الروستنج اللي هي التحميص. تمام، هو كده خلص عمليه الروستنج اللي هو سخن البيلتس دي، تمام، عشان يبدا يتخلص من الميه، وبالتالي يبدا يحصل بايندنج او يكون في روابط ما بين الفاينز بتاعه البارتكلز اللي احنا جمعناها بتاعه الاكسيد الحديد مع بعض. كده بيزود لي السترينث بتاعها، انها لما اجي اشحنها ما تبداش متكسرش معايا، لان طبعا هتمر بعمليه حاجه اسمها الهاندلنج اللي هي مناوله المواد، ماتيريال هاندلنج، عملية كبيرة جدا. انا ببدأ اشحنها في حاجات زي كده، ودي تبدأ تروح تشحنها على مثلا تشيبس على سفن، والسفينة تبدأ تمشي بيها في البحر لحد ما توصل مثلا المواني، ومن المواني نفس الكلام ابدأ افضيها، ومن المينا بتيجي عربيات تبدأ تحملها، وبعد كده تبدأ تفضي تدخل المصانع تفضي في المصنع. فدي كلها عملية كبيرة جدا. لو انا ما عنديش البيلس دي تبدأ تستحمل كل النقل ده، الترانسفير اللي بعمله ما بينها ده والنقل والتخبيط، وهتتكسر، هتجي لي في الاخر على هيئه فاينز. فدي فائده عمليه التحميص اللي هي الروستنج اللي احنا شفناها دي. ده يا شباب المنظر ده، شايفين ده سير، ده اسمه بيلت كونفير، تمام، اللي هو الاسود ده، تمام، اللي شايل الحجاره بعد ما اتكسرت وبقت عباره عن فاينز، بنسميها في الصناعه بتاعتنا فاينز، دي اللي هي عامله زي التراب. تمام، هيبدا شايل كده بعد التكسير بتاعه، برشره اهي كسرت الحجاره الكبيره وبقت عباره عن فاينز بتنزل على سير. عمل لها برده تكسير تاني في بولينج ميل، تمام، في بول ميل، تمام، برده كسرها اكتر بحيث يخليها تراب، يعني يصغر الحجم اصغر واصغر. انتوا شايفين اهو السير اهو.
تمام، دي كده عمليه ان هو بيضيف الكيميكالز على الفاينز اللي احنا خرجناها من الكراشر، وبعد البول ميل بعد ما كسرنا وطحنا اكتر بيبدا يضيف على كيميكالز على ميه، تمام، بحيث ان بيبدا يعمل عمليه كونسنتريشن برضو للخام. دي يا شباب هنا بعد ما خلاص وصلنا ان انا زودت الكونسنتريشن بتاع او وصلت للفاينز بتحتوي على كونسنتريشن اعلى من الحديد، من الخام الاكسيد الحديد قصدي، تمام، بيبدا يسحبها بعمليه الفاكيوم، تمام، فاكيومنج، تمام، وبيبدا يسحب المايه اللي فيها، اللي هو شفتوا احنا كان في سلاري او في كان في الخام كان مخلوط بميه، تمام، هو بيبدا تخش على الحاجات اللي هي العجل اللي بيلف ده ويبدا يسحبها بعمليه فاكيوم، تمام، شفت المايه اللي فيها ويقلل الايه ويبقى عنده يعتبر خام الحديد اللي احنا عايزينه. دي يا شباب اهو السلندر اللي هو بيحط فيها كيميكال اللي هو البايندر اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، البايندر مع الفاينز اللي احنا عملناها دي تبدا تتجمع على بعض وتديني شكل ايه البيلتس اللي هو بيوصل لي في الاخر كمنتج، يعني لعمليه الايرن اور كونسنتريشن. تمام، بيقول لك ان خلاص البرودكت النهائي للعمليه دي يعتبر ايرون اور بيلت، تمام، بيحتوي على حوالي 65% 66 67 ده على حسب الكونسنتريشن اللي بيطلع معايا. بعد ما عمل له عمليه التسخين ده خالص، هو بيبدا كده عمل له عمليه تسخين وسحب الميه خلاص، بخر الميه دي خالص وزود عمليه البايندنج ما بين الفاينز وخلى البيلتس بقت مور هارد ومور انها ومور ليها مور سترينس انها تستحمل كراشنج سترينس اعلى، تمام، بيبدا بعد كده ايه يبدا يبعتها بقى في المراكب، تمام، واحنا كده هنبدا نعيش القصه بقى. هو بعت الكلام ده في المراكب بتاعته او في المركب، والمركب بيبدا لحد ما يوصل للمينا عندنا في مصر مثلا، بهتكلم عن مصنع عندنا، وصل لمينا العين السخنه، تمام، اللي هي موانئ دبي في العين السخنه، بيبدا الخام بيبدا يفضوا الخام اللي هو البيلتس ده على الارض، تمام، ويبدا يتنقل عندنا المصنع عن طريق عربيات نقل عاديه. طيب ايه عندنا فيه بس الايرون اور سورسز، تمام، بعض المصادر اللي احنا بنجيب منها الخام، تمام، دي كلها شركات بتبيع الخام، تمام، خام الحديد. احنا بنتعامل مع يعتبر فالي، الشركه اللي هي اسمها فالي، وفي عندنا الجي اي سي دي من البحرين، فالي دي بتبقى في البرازيل وفي عمان، وفي عندنا ال كي دي كنا بنتعامل معاها دي سويد، تمام، في برضو عندنا شركة تانية اسمها سيفرستال، سيفرستال دي روسيا، تمام، دي برضو مش هتلاقوها هنا يعني، فده نوع من انواع الخامات اللي هو السيفرستال. احنا بنتعامل بالثلاث خامات الرئيسية، الفالي والجي اي اي سي دي والسيفرستال. ال ال كاب ده اشتغلنا بيه فترة بس عمل لنا مشاكل يعني، فما كملناش بيه شغل كتير يعني. طيب ايه الكيميكال كاركترستكس بتاعه الايرون اوكسايد اور اللي هو وصل عندي دلوقتي؟ بعد ما عملت عمليه الكونسنتريشن اللي هي التركيز بتاعه الحديد، وصلت التوتال ايرون، تمام، اللي هو الحديد 67%، وزي ما قلت لكم ان انا في لفظ قلت لكم اللي هو الجنج، الجنج ده اللي هو بيبقى عباره عن الالومنا او السيليكال كالسيوم اوكسايد الام جي او، بيبقى في حوالي 3 ل 4.5% 5% بالكثير، طبعا كل ما يزيد ده حاجه مش كويسه. في عندي سلفر بيبقى بنسبه حاجه صغيره جدا، واحد من 100%، الفوسفورس نفس الكلام، يعني دي حاجات كده البرسنتج دي متغيره بس بتغيرات طفيفه في الارقام دي، اكتر او اقل بحاجه في سمحيه حاجات بسيطه يعني. طيب يا شباب احنا لو جمعنا الحاجات دي كلها كده، ده مش هتكمل 100%، باقي ال 100% راح فين بالظبط؟ اكسجين. الله ينور يا شباب، الله ينور عليكم، تمام، فالباقي طبعا هو الاكسجين اللي هو المرتبط بالحديد. يعني الحديد ده يا شباب ده مش حديد كده لوحده، ده حديد، تمام، مرتبط بالاكسجين اللي هو Fe2O3، فلسه فيه اكسجين معاه. طيب كده احنا عرفنا برضو الخصائص الكيميائيه بتاعه الخام اللي بيجي لي بيبقى شكله ازاي، بيحتوي على كام في الميه حديد اللي هو توتال ايرون، حوالي 67% حديد. طيب
خلاص انا كده اعتبر خلصت عمليه يعني انتاج الايرون اوكسايد والخصائص اللي انا عايزكم برضو تعرفوها، بحيث ان انتوا لما تيجي تبص على حد يسالك يقول لك هو خام الحديد اللي بيجي لنا ده تمام في صناعه الدي ار اي بيبقى مثلا يحتوي على توتال ايرون قد ايه. لما تسمع كلمه لفظ كلمه جانج دي تفهم ايه الجانج، ايه الجانج دي؟ الجانج دي الحاجات اللي انا مش عايزها، هو حاجات انا مش هو انا عاوز ايه؟ الالومنا والسيليكا والكالسيوم اوكسايد والام جي او في الخام الحديد مش عاوزهم انا، دي حاجات ما زي ما بتخش عمليه الاختزال زي ما بتطلع فما تاثرش عندي، فكل ما تكون اقل دي حاجه كويسه بالنسبه لي. طيب كده احنا خلاص لمينا مع عمليه الايرون اوكسايد برودكشن. هبدا ادخل بعد كده عشان ما اطولش على الناس برضو، دي اساسيات عمليه الدايركت ريدكشن، عمليه الاختزال المباشر. ايه الاساسيات بتاعتها؟ او انا بعمل ايه في عمليه الدايركت ريدكشن الاختزال المباشر؟ والله انا بعمل ان انا بحول ايرون اوكسايد بيلتس دي او اللامب اور ده تمام بعمليه الاختزال تمام للمنظر اللي انا بشوفه ده اللي هو الدي ار اي، ده منظر الدي ار اي بالظبط، وده الدي ار اي على هيئه اللامب بعد ما بيحصل عمليه اختزال بيبقى لونه جراي شويه، لونه رمادي شويه. يبقى انا كده ده كده بدايه الحاجه عندي، بدايه الشغلانه عندي، انا وصلت للايرون اوكسايد عايز اعمل له ايه عشان اخليه دي ار اي؟ بعمله عمليه ريدكشن الاختزال يوصل عندي للمنظر ده. دي كده ده المصنع، مصنع الاختزال المباشر قايم على ان هو يوصل البيلتس الايرون اوكسايد بيلتس دي من المنظر ده للمنظر ده، المصنع كله قايم على 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 المبدا ده. طيب ده بيتم ازاي؟ طيب عمليه الاختزال المباشر تمام لخام الحديد اللي هو زي ما قلنا هيبقى Fe2O3 تمام على هيئه لامب او بيلتس، عرفنا يعني ايه كلمه لامب ويعني ايه كلمه بيلتس، بتتم بحاجتين اساسيين، بغاز الاختزال اللي هو Reducing Gases اللي هو الغازات المختزله. طب مين الغازات المختزله؟ هو عندي اول اكسيد الكربون CO، الكربون مونوكسيد والهيدروجين H2 تمام. عندي الغازين دول هم دول الغازات المختزله اللي بيختزلوا لي اكسيد الحديد تمام ويبدا يديني الحديد. طيب ايه مميزات عمليه الاختزال؟ هو انا هنا بطلع حديد، بس الميزه كلها ان انا بطلع حديد لسه في سوليد ستيت، لسه في صوره صلبه زي ما هو تمام. عن طريق غازات الاختزال بالاضافه للوجود الحراره عاليه تمام ببدا احصل على الحديد اللي انا عايزه في صوره صلبه. ده التفاعل اللي هو الاساسي بتاع الريدكشن رياكشن Fe2O3 تمام زائد 3 CO او 3 H2 تمام بيبدا يديني ال Fe تمام 2 Fe ومخرجات النواتج بتاعه التفاعل CO2 تمام و H2O. طيب برضو خليني ايه ازود لكم على الحته دي، ده تفاعل الريدكشن اهو يا جماعه بالهيدروجين وبالسي او زي ما قلت لكم برضه عشان الناس تبقى كده عارفه المعلومه الاساسيه. اي حد يقع قصاد السؤال ده او اي حد ممكن حد يستفسر عنه، طب يا جماعه انتوا بتختزلوا اكسيد الحديد بايه؟ هما غازين رئيسيين السي او والاتش 2، وبنفضل الاتش 2 عن السي او لسبب. هل حد ممكن يجاوب ليه الهيدروجين احسن من السي او؟ صديق للبيئه. الراجل اللي قال صديق البيئه ده راجل ممتاز حلو. وفي حته بقى قبل صديق البيئه، يعني انا قبل ما انا احافظ على الانفايرمنت، قبل ما يبقى الترند دلوقتي ان انا لازم اعمل حاجه انفايرمنتال تمام، الهيدروجين ايه الميزه بتاعته عن السي او؟ انها بتطلع ميه. ايه تقريبا انا سيرمو دايناميكا للعمليه اسرع، يعني عمليه الاختزال بالاتش 2 اسرع من السي او تمام. دي حته صح تمام لسبب من الاسباب ان حجم الهيدروجين اصغر من السي او، حجمه كغاز اصغر من السي او، وبالتالي هيعمل بنتريشن اختراق للبيلت اللي انت شفتها دي بصوره اسرع من السي او. رابطه السي او اقوى فتحتاج طاقه اعلى. احنا لسه موضوع الطاقه ده استناني، يعني احنا انا هديك التفاعلات دلوقتي بس سيبنا مش الطاقه بس، هو الهيدروجين علشان حجمه اصغر تمام هيبدا يختزل، هيبدا يعمل بنتريشن اختراق للبيلت عندي تمام للايرون اوكسايد بصوره اسرع من السي او. مش مهندس ليه مش بنختزل بال H2 بس؟ ال H2S؟ H2 بس، يعني ليه مش بناخد 100% الاختزال بال H2؟ لحد دلوقتي انا هعرفك. هو انا طب انا بجيب الهيدروجين والسي او ده منين؟ حد عنده معلومه انا بجيب الهيدروجين والسي او منين؟ من الغاز الـ غاز الميثان. الله ينور الله ينور يا شباب. طيب ده حاجه اسمها الريفورمنج رياكشن تمام، ده غاز الميثان تمام CH4
بختزله بال H2O على هاي ستيم طبعا ما بيبقاش مش ميه يعني عشان الناس ما تفهمش حاجه غلط. ده ستيم ال H2O ده صوره جازيس تمام بيديني الهيدروجين 3 هيدروجين ل CO. فانا لحد دلوقتي مش عارف اتخلص من ال CO يعني انا هو غصب عني هو ناتج من نواتج التفاعل. طب هوديه فين؟ معايا يعني انا هودي ال CO فين طيب؟ فلحد دلوقتي الناس بتحاول على قد ما تقدر ان في يعني في ابروتشز كتيره بتتعمل واكسبيرمنتس ان هو يبدا يعلى بالهيدروجين على قد ما يقدر بحيث موضوع ان هو زي ما احنا عارفين الجلوبال وورمنج والاحتباس الحراري وان الترند دلوقتي كله هو المحافظه على الانفايرمنت فان هو بيبدا يحاول يقلل السي او ده جدا لان طبعا السي او ده في الاول والاخر بيطلع لي في على هيئه مين؟ سي او 2. ده اللي بيسبب لي في الاساس اللي هي انبعاثات السي او 2 المسببه للاحتباس الحراري ومشاكل البيئه كلها. ده حد كده عارف اجابه السؤال اللي اتسال اللي هو انا ليه مش عارف اختزل الهيدروجين بس لوحده؟ مش المفروض الاختزال بناء على تمبريتشر يعني مثلا لو كانت التمبريتشر اقل من 810 بيكون ثيرموديناميكالي بيتم اختزال بالهيدروجين لكن لو كان اكبر من 810 بيتم اختزال بالسي او. طيب انا خليني طيب خليني برضو ايه ما تستعجلش على الحته دي لحظه يعني ما تستعجلش على رزقك انا لحظه واحده جاي لك اهو في السلايد اللي جاي وهقولها لك. طيب عرفنا كده تفاعل طيب الاختزال طيب شفنا تفاعل الاختزال اهو ناس شافته تمام الاف اي 2 3 مع 3 هيدروجين هيديني 2 حديد اف اي و اتش 2 و 3 اتش 2 او تمام وفي عندي اللي هو التفاعل بالسي او تمام ده المخرجات بتاعته. خلي الناس برضو ده اهم حاجه في التفاعل الناس تبقى عارفه التفاعل ده يعني تبقى حافظينه زي اسمك انت راجل فلزات فده التفاعل بتاعك اللي انت يهمك تبقى عارفه جدا 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 يعني. طيب السؤال اللي يطرح نفسه دلوقتي هو انا لما بختزل اف اي 2 او 3 هل دايركت بيدين اف اي ولا بيمر على مراحل؟ بيمر على مراحل. الله ينور تمام. المراحل دي تتوقع ان هي تكون ايه بالظبط؟ اف اي 2 او 3 بعد كده اف اي 3 او 4 بعد كده اف اي او بعد كده اير. الله ينور عليك الله ينور عليك. طيب زي ما قال زميلنا احنا عندنا السي او والهيدروجين يبدا يدخل على البليتس عندي اهي تمام ده ادي البليت كلها اللي هي اف اي 2 او 3 دخل عليها السي او والهيدروجين تمام تبدا عمليه الاختزال بتتم من اف اي 2 او 3 يبدا يتحول لاف اي 3 او 4 ومن اف اي 3 او 4 ومن النهايه يبقى اف اي او والاف اي او اختزل بالاف اي تمام. في النهايه بيبقى عندي المنظر ده اللي هو الدي ار اي اللي بيطلع عندي تمام بيبقى اف اي حديد كله وللاسف ساعات ما انا ما اقدرش اوصل للكور قلب البليتايه تمام فبيتبقى عندي نسبه بسيطه جدا من الاف اي او. وصل لكم يا شباب؟ فبيتبقى عندي الاف اي او ده في الكور في القلب بتاع البلس اللي هي دي ار اي بليت. طيب عندي اثنين ميجور بروس دول ما يعني دول الحاجه الكبيره جدا اللي شغاله على مستوى العالم في عمليه انتاج الدي ار اي. عندي الميدريكس بروسس تمام الميدريكس تكنولوجي تمام وعندي الاتش واي ال بروسس. طب مصنع عز شغال بايه يا شباب؟ ميدريكس. طيب حد عنده راي ثاني؟ شغال ميدريكس ثلاثة ميدركس وواحد اتش اي ال بروسيس تقريبا. تمام الله ينور الراجل قال ثلاثة ميدركس دول موجودين في الدخيلة في عز الدخيلة في اسكندرية فعلا. والاتش واي ال اللي موجود عندنا في عز السخنة ده اتش واي ال 3 تمام. ليه 3 ده؟ علشان ده احنا عندنا حاجة اسمها الستيم ريفورمر اللي هو بيطلع الهيدروجين والسي او تمام. فأنا عندي النوع بتاعي حاجة اسمها اتش واي ال 3 ده اللي هو الموديول بتاعنا او التكنولوجي بتاعتنا عشان فيها ستيم ريفورمر. في عندي حاجه اسمها اتش واي ال زيرو ريفورمر ما عندهمش ريفورمر بيعملوا عمليه انتاج الهيدروجين والسي او من غير ريفورمر عن طريق حاجات ثانيه كده يعني مختلفه بسيطه كده اختلاف بسيط كده عن الاتش واي ال 3 اللي موجود عندنا احنا في عز في العين السخنه. طيب انا هبدا اخش يا شباب كده على حاجه مهمه جدا تمام تفاعلات الريدكشن. طيب الراجل اللي كان بيتكلم معايا تحت 810 تمام والحاجات دي كلها نتابع مع بعض التفاعلات الاول. بيقول لك الفيرست ستيب اللي هي الهيماتايت ده بيتحول الماجنتايت
تمام الاف اي توصل زاد السي او بيتحول لاف اي 3 او 4 تمام. التفاعلات دي تفاعل اكسوثيرميك. اكسوثيرميك يعني ايه يا شباب؟ طارد للحراره. الله ينور عليك. طارد للحراره يعني ده التفاعل ده بيطلع حراره مش محتاج حراره تمام. طيب يلينا بعد كده عندك الماجنتايت ده بيبدا السي او والهيدروجين تمام يبداوا ياخدوا الاكسجين منه يختزلوه يديني صوره الاف اي او تمام في الاثنين مع سي او 2 و اتش 2 او ده نواتج التفاعل. طيب التفاعلين دول ايه بقى؟ دول اندوثيرميك عايزين حراره. دول محتاجين ايه؟ حراره. طيب بعد كده الاف اي او زائد السي او تمام بيديني الاف اي زائد السي او 2 تمام. الراجل انت بقى يا باشمهندس اللي كنت بتسال على بتقول لي المفروض تحت 810 في تفاعل اللي هو محبس بالحراره وفي اللي هو تفاعل السي او تمام وفوق ال 810 ده الهيدروجين. لو خدت بالك ان التفاعل الاخير اللي هو بينتج عنه الحديد اختزال الحديد الاف اي او بالسي او ده تفاعل اكسوثيرميك تمام كده. طيب معنى اكسوثيرميك يعني ان هو طرد حراره. عندك الاف اي او زائد الهيدروجين تمام ده تفاعل ايه؟ اندوثيرميك. لما جينا حطينا ده كله مع بعض تمام احنا قلنا ان انا عندي الريديوسنج جاز اللي هي الغاز المختزله تمام. لو احنا رجعنا للمعادله اللي ورا بينتج عندي كام؟ ثلاث تمام تلات مولات هيدروجين مقابل مول سي او. طب يبقى انا عندي كده مين الميجور عندي الغاز الميجور اللي عندي؟ هيدروجين H2. الله ينور عليك الهيدروجين. طب احنا لما وصلنا وبصينا هنا الصوره النهائيه للتفاعل اللي هيختزل اف يو ده تفاعل ايه؟ اندوثيرميك عايز حراره. انت كده كده التفاعلات دي عشان يبدا يحصل تحول الفوسفايت الحديد فوق ال 560 درجه تمام. طيب يبقى انا عندي اصلا الهيدروجين هو اللي معظم الغاز عندي تكوينه معظمه هيدروجين. طيب تكوين الغاز معظم اللي هو هيبدا يعمل عمليه الاختزال معظمه هيدروجين يبقى ده تفاعل اصلا اندوثيرميك عايز حراره. وبالتالي التفاعل النهائي بالهيدروجين تمام تفاعل الريدكشن كله تمام هيحبذ بالحراره هيتم هيبقى احسن في وجود ايه؟ في وجود الحراره. فعشان كده احنا بنقول ال Fe2O3 باختزالها بالسي او والهيدروجين تمام عشان تديني ال Fe وتديني CO2 H2O تمام. ده تفاعل في المجمل ذا اوفرول ريدكشن رياكشن ده تفاعل اندوثيرميك رياكشن. اندوثيرميك رياكشن يعني تفاعل ايه؟ محتاج حراره علشان يتم بصوره احسن واكثر. وبالتالي علشان ابدا احسن عمليه الاختزال اللي هي انا امشي في الطريق ده بتاع الاختزال التفاعل اللي قصادي ده تمام فانا محتاج حراره تمام مش محتاج ان انا ايه ابرد محتاج ان يكون عندي حراره اعلى. وبالتالي عمليه الاختزال من العوامل اللي انا بحسن منها عمليه الاختزال هي ان انا كل ما انكريز التمبريتشر انكريز ايه الانكريز البوتنشال بتاع الريدكشن رياكشن. الريدكشن رياكشن هيبقى احسن هيبقى امبروفد بزياده الحراره لان انا التفاعل النهائي يعتبر تفاعل اندوثيرميك رياكشن. طيب خلينا برضو يبقى زي ما احنا شايفين التفاعل ده مهم جدا والتفاعلات دي برضو للناس تبقى عارفاها بالظبط. طيب كده احنا خلصنا الريدكشن رياكشنز اللي بتتم عن طريق حاجتين. عندي الرو ماتيريال بتاعتي اللي هو الاف اي 2 او 3 وعندي ريدوسنج جاز اللي هو عباره عن الهيدروجين والسي او. وعرفنا التفاعل الاوفرول رياكشن شكله ازاي وان هو تفاعل اندوثيرميك. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا اثنين ميجر بروسيس تمام اللي هي الميدريكس بروسيس تمام. ده يعني فلوت شارت ليها. فلوت شارت ليها بسيط بيدي بس المنظر بتاع يعني حاجه كده بسيطه مكونات الميدريكس بروسيس ايه بالظبط. ده عندهم الشافت فيرنس هنا بيبدا يدخل الريديوسنج جاز اللي احنا قلناها تمام. هنا ناتشورال جاز واكسجين تمام ده يعني بتبقى حاجات للاحتراق وحاجات لانها بتبدا تعمل عمليه ريفورمنج برضو فبيزود الحراره بيعلى بالحراره عشان يوصلها زي ما قلنا ان التفاعل بيتحسن بالحراره فبيوصل لدرجات حراره 930 960 بيوصل لدرجات حراره عاليه جدا توصل حوالي 960 واحيانا كمان بتقرب لناحيه ال 1000 يعني 900 وشويه 990 الكلام ده كل ده بيحسن عمليه الاختزال. بيتم عمليه الاختزال الماتيريال بتبدا نازله من هنا تقابلها الغازات طالع قصادها تمام. يبداوا اللي هو الكاونتر فلو عكسي يعني يبدا يحصل عمليه الاختزال ناخد الغازات تاخد الاكسجين ويبدا يبقى الحديد في صوره ايه السوليد ستيت. ده فلوت شارت كده بسيط لميدريكس يعني عشان برضو الناس تبقى عندها لما تحب ترجع للبرزنتيشن تبقى عارفه شكل ميدريكس البروسس شكلها ازاي.
تمام. ده الريفورمر، ده الريفورمر هو يا شباب برضو ده الريفورمر اللي بيطلع السي او والهيدروجين في ميدريكس، ودي التفاعلات برضو اللي موجوده على جنب. ده تفاعل الريفورمنج اهو، ان هو سي اتش 4 مع الهيدروجين تمام مع الاتش 2 او اسف، بيدي الاتش 2 اللي هو على هيت ستيم بيبقى بيديني سي او وبيديني 3 اتش 2 في ميدريكس ميلي. خليكم برضو معايا يا شباب في النقطه دي عشان تبقوا انتوا فاهمين التفاعل بتاع الريفورمنج، اللي هو كلمه ريفورمنج دي معناها تحويل يا جماعه او محور تمام. كلمه ريفورمر دي معناها اللي هو المحول او المحور، انا مش فاكر الترجمه بالعربي ازاي بس ده المعنى بتاعها يعني عشان الناس تبقى فاهمه انا بعمل ايه. سي اتش 4 مع الـ مع الاتش 2 او على هيت ستيم ده بيديني سي او و3 اتش 2، ده اللي في اتش واي ال، ده التفاعل ده عشان الناس تبقى معايا برضو. التفاعل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب ده التفاعل الاساسي في الريفورمر بتاع الاتش واي ال. طيب في ميدريكس مين التفاعل الاساسي؟ لا اللي فوق سي اتش 4 مع السي او 2 بيديني 2 سي او و2 هيدروجين، ده تفاعل اللي فوق ده بتاع ميدريكس مينلي في ميدريكس. اللي تحت ده التفاعل المين في الاتش واي ال، لان اللي انا عندي حاجه اسمها ستيم ريفورمر، الميدريكس ما عندهاش ستيم ريفورمر، عندها حاجه اسمها كاتاليتيك ريفورمر. كاتاليتيك ريفورمر اللي في الاتش واي ال ستيم ريفورمر. طيب هعدي كده الميدريكس بروس زي ما انتوا شفتوها كده يا شباب اهو، وده ده الاتش واي ال بروس اهو يا شباب. لو خدنا بالنا نفس الشافت فيرنس او يسمى عندنا هناك في ميدريكس اسمه الشافت فيرنس، هنا في اتش واي ال بيسموه الريديوسنج رياكتور او الرياكتور تاور، رياكتور اللي هو المفاعل تمام، برج المفاعل في الاتش واي ال. دي الماتيريال بتاعته، هنا داخل لها الغازات تمام. حد خد باله من حاجه اسمها هنا فايرد هيتر؟ الفايرد هيتر ده يعني بالاسم كده هيتر، ده فايدته ايه يا شباب؟ بيسخن الله ينور عليك، وده بيوصل بالغاز الريديوسنج جازز اللي هي الغازات المختزله للحراره المطلوبه اللي هي بتبقى حوالي 900 درجه. بعلي الحراره دي ازاي يا شباب؟ ان انا ببدا اعمل حقن الاكسجين في الغاز دايركت تمام وهو داخل. طبعا حراره الغاز دلوقتي 900 درجه، طلع من الهيتر ده 900 درجه. طيب تتخيل انا لما احط لها اكسجين هل هيحصل ايه؟ هيحصل على طول احتراق للغازات اللي موجوده اللي هي فيها الهيدروجين والسي او، وبالتالي الحراره بتاعت الغاز بتزيد بتوصل لحوالي 960 980 في الرينج الكبير جدا ده عشان يبدا يحسن عمليه الاختزال. يبقى انا عندي كده في الاتش واي ال في عندي حاجه اسمها الريدوسنج رياكتور او الرياكتور تاور، في عندي الهيتر الفايرد هيتر ده احنا بنسميه بروسس جاز هيتر عندنا في المصنع، وفي عندي هنا الريفورمنت جاز اللي هو جاي من الريفورمر. دي حاجات كده بسيطه يعني من كومبوننتس الموجوده في اتش واي ال بروس. طيب ندخل كده بقى على المصنع بتاعنا. احنا كده فهمنا قلنا الايرون اوكسايد بيجي ازاي ولحد ما وصل لنا المصنع عندنا على هيئه البليتس او على هيئه ايه اللمب، هو كده وصل على باب المصنع زي ما بيقولوا كده. وعرفنا انا بقى بوصل للدي ار اي ازاي وايه الغازات المختزله اللي عندي، صح كده؟ عرفنا ان انا الغازات المختزله عندي اللي هي الهيدروجين والسي او، وعرفنا ان نواتج التفاعل اللي هي السي او 2 والاتش 2 او. طيب هبدا كده ادخل دلوقتي على اللي اوت بتاع عز ستيل دايركت ريدكشن بلانت، مصنع عز ستيل للاختزال المباشر، حديد عز الاختزال المباشر، ده اللي اوت بتاعه. المصنع نفسه بيتكون من مناطق رئيسيه يا شباب بتسمى بالاسماء الاتيه، وليها كمان ترقيم معين عندنا برضو الناس عشان تبقى عارفه. يعني انا بحاول احطك ان انت جيت عندي المصنع وبحاول اعرفك انا كنت هقول لك ايه بالظبط لو احنا مع بعض في المصنع. فدايركت ريدكشن بلانت في عز ستيل تمام بيتكون من الحاجات المناطق الاتيه. اول حاجه اتكلمنا عنها الرياكتور، لسه جايبين سيرته. الرياكتور ده بيرمز له بالرمز ده FE11. الرموز دي يا شباب دي حطها الشركه المصممه تمام اللي هي دانييلي الايطاليه هي اللي حاطه الرموز دي. فده احنا عندنا متعارف عليه، لما اقول لحد الاف اي 11 ده فيعرف ان انا بتكلم معاه عن الرياكتور. يا للرياكتور حاجه عندنا اسمها الجاز اريا اللي هي منطقه الغازات دي، دي الرمز بتاعها الاف اي 21. اف اي 21 دي بتتكون عباره عن دايرة الريديوسنج جاز سيركت، دايرة الغاز المختزل، ودايرة غاز التبريد اللي هو الكولنج جاز سيركت.
يلي عندي حاجه اسمها الريفورمر اللي احنا اتكلمنا عنه، تمام، ده يرمز له بالاف اي 31. يلي الريفورمر عندي حاجه اسمها السي او 2 ريموفال بلانت، هجيب لكم برضه بالتفصيل ايه السي او 2 ريموفال بلانت، هي من اسمها، تمام، هو معدات، تمام، او يعني مجموعه من المعدات ومجموعه من الفيزلز، تمام، مهمتها ان انا بزيل مين، بشيل السي او 2 من الغاز اللي هو خارج عندي من نواتج الاختزال، هعرفها لكم برضو واحنا بنتكلم مع بعض. دي رمزها الاف 41. يلي السي او 2 ريموفال بلانت عندي اللي هو البروسيس جاز هيتر او الفايرد هيتر اللي كان موجود ده بالرمز بتاعه الاف 51. في عندي حاجه اسمها الماتيريال هاندلنج سيستم، تمام، ده اللي هو السيستم المسؤول عن نقل خام الاكسايد لحد ما يوصل للرياكتور، تمام، ونقل الدي ار اي من الرياكتور لحد ما انا بخزنه او ابدا ايه انقله للمصنع اللي جنبي اللي هو بتاع الاي اف اس، مصنع عز اللي هو بيتم فيه صهر الايه الدي ار اي. بالاضافه ان عندي في حاجه اسمها اللي هو الووتر تريتمنت بلانت، تمام، اللي هو نظام معالجات الميه. طبعا اكيد انا مش جايب الميه دي عشان اخسرها وارميها، لا، بيتم عمليه معالجتها وتنقيتها وريوزنج، بعمل لها ريوزنج ليها ثانيه، اعاده استخدام ليها على قد ما اقدر. فده يعتبر دي كده مكونات المصنع الرئيسيه، تمام، في مصنع حديد عز الاختزال المباشر. دي مكونات المناطق الرئيسيه في المصنع كله. دي صوره يا شباب اهو كده، الناس لو يا رب تكون شايفه معايا كويس. ده صوره يعني بالظبط ده كده مجسم للمصنع، تمام، بالظبط. احنا قلنا اول حاجه عندنا الرياكتور، تمام، ده يا شباب الرياكتور اهو، الناس لو شايفه كده الصوره، لو حابين ازوم برده شويه ممكن ازوم لكم. ده الرياكتور تاور بنفس المنظر ده بالظبط، تمام، اللي هو اختصاره بالاف اي 11. ودي المنطقه اللي انتم شايفينها دي اللي فيها الفيزلز اللي موجوده دي، المنظر اللي انتم شايفينه ده اللي هي الفيزلات البيضة دي اسمها فيزل، تمام، دي اسمها الجاز اريا، منطقه الغازات. هنا بيبقى عباره عن حاجات اللي هي الغازات الاختزال البروسيس جاز، وهنا الكولينج جاز اللي انا ببدا ابرد بيه الدي ار اي. هجي لكم برده في الطريق واعرفها لكم ايه الغاز التبريد اللي احنا بنشتغل بيه ده. بعدها قلنا الاف اي 31 يا شباب اللي هو عباره عن الريفورمر، دي منطقه اللي انا مشاور عليها دي كلها، دي منطقه الريفورمر، ده الريفورمر ده يا شباب، ده الريفورمر اهو زي ما انتم شايفين، ده الريفورمر اهو، تمام، ودي وحده تابعه للريفورمر، بس عمليه الريفورمنج بتتم في المبنى اللي انتم شايفينه قصادكم ده، ده الريفورمر. طيب بعدها قلنا احنا كده خلصنا الاف اي 11، اف اي 21 جاز اريا، اف اي 31 اللي هي ريفورمر، تمام، معلش عندي لخبطه. انا هنا ده البروسيس جاز هيتر، ده الهيتر اللي بيسخن فيه الغاز وبعدها منه يدخل على الرياكتور. لو شايفين البايب اللي لونها ازرق دي، تمام، دي جايه من الهيتر، من خلاص ناتج الهيتر بعد ما الغاز سخن بيبدا يدخل على ايه، يدخل على الرياكتور. ده الاف اي 51، ودي المنطقه اللي انا مشاور عليها دي اخر واحد اللي هي السي او 2 ريموفال بلانت، اللي هي اهميتها ان انا بشيل السي او 2 من الغاز الناتج. طيب الماتيريال هاندلنج سيستم يا جماعه ده عباره عن السيور اللي جايه دي، انا برده هوضح لكم تاني، دي اهو صوره تانيه برده. الماتيريال هاندلنج سيستم عباره، شايفين دي كلها، ده رمز، دي المناظر بتاعت السيور، تمام، ودي سايلوهات الاكسايد اللي انا مشاور عليها دي، اللي بنخزن فيها الاكسايد بتاعنا، تمام، ودي السيور النقل اللي بتستلم. انا برضو اكمل، دي صوره يا شباب من المصنع نفسه، دي صوره من المصنع نفسه. الريفورمر اللي انا شاورت لكم عليه ده الريفورمر اهو، ده المبنى ده بتاع الريفورمر، تمام، بالملحقات بتاعته. الاريا دي كلها هي دي اللي هي فيها الاثنين فيزلز طوال جدا دول، كبار جدا دول، دي اللي هي منطقه السي او 2 ريموفال اللي انا بشيل فيها السي او 2، تمام. ده عندي دي اللي هي اللي ورا دي خالص يا شباب، دي اسمها السايلو، الدي ار اي سايلو، دي اللي بخزن فيها المنتج، دي بخزن فيها المنتج، واللي جنبهم دول اللي بخزن فيهم الاكسايد عندي، تمام. يعني ده عشان برضو الناس تبقى متخيله، لو جت المصنع تبقى برضو ايه عارفه المنظر ده، ما يبقاش حاجه كانها جديده عليها. شفت الصوره دي، هي بالظبط الحقيقه بالظبط، يعني دي الحاجات اللي انا بخزن فيها الايرون اوكسايد بيلتس، ودي اللي انا بخزن فيه الدي ار اي اللي هو المنتج عندي، ودي السيور اللي بتنقل عندي، ده السير، ده السيور دي كلها، دي السيور اللي بتنقل عندي ايه الخام لحد ما يوصل هنا للسايلوهات دي. والسير اللي انا بشاور عليه ده السير هو اسمه بيلت كونفير، ده اللي بينقل الخام لحد ما بيوصل للرياكتور فوق.
دي صوره شباب كده، صوره حقيقيه كده للرياكتور بتاعنا برده اهو. تمام، ده صوره للرياكتور بتاعنا في المصنع في عز ده، وده صوره للهيتر، صوره حقيقيه للهيتر. تمام، والحاجات اللي هي البيضه والالوان الخط خطوط الصفراء دي خطوط كلها غازات. اللون الاصفر عندنا اللون متعارف عليه ان هو لون البايبس اللي هو بيعدي فيها الغازات. دي المنطقه دي اللي هي الفيزلات بتاعه الجاز اريا اللي احنا اتكلمنا عنها، الجاز اريا. ودي الصوره اللي هناك زي لو انتم شايفين، ده الريفورمر، ده الحاجات دي اللي هي السي او 2. تمام، الحاجات دي موجوده في السي او 2، ده الريفورمر. دي هناك، دي هنا الاوكسايد سايلو اللي هي بيخزن فيها، او الاوكسايد بن. تمام، بنخزن فيها ايه؟ الاوكسايد بتاعنا. طيب انا دلوقتي عايز بقى الشباب ايه كده، انا دخلتكم وهنبدا ندخل بقى في المصنع بتاعنا. انا وصلت لايه يا شباب؟ وصلنا ان انا عندي دلوقتي الايرون اوكسايد، تمام، الخام بتاعي موجود في عربيات زي ما قلنا، بنقل من المينا. طيب بتخش المصنع عندي فين؟ في عندي حاجه اسمها الريسيفنج ستيشن. تمام، ده لو شايفين المنظر ده. انا دلوقتي هبدا باول حاجه في المصنع، تمام، واللي هي التدريج، الحاجه اللي لازم نبدا بيها ان انا ببدا اعمل عمليه ايه؟ نقل للخام اللي عندي الايرون اوكسايد. طيب الخام اللي بيجي لي زي ما قلنا ليه طريقين عندي في المصنع يا شباب. اول طريق ان انا في عندي حاجه اسمها الاوكسايد يارد. الاوكسايد يارد دي، تمام، دي ساحه كبيره جدا جدا جدا. انا لو عندي عندي كميه كبيره، عربيات عندي كتير، او عندي الخام جديد كتير جدا، فببدا اخزن فيها ايه؟ الخام، وابدا انقل ايه؟ العربيات من الساحه بتاعتي للمصنع جوه. او عندي حل، او عندي الطريق الثاني ان بيبقى عندي العربيات جايه من المينا مباشره، تمام، وابدا ادخلها على المصنع على طول في حاجه اسمها الريسيفنج ستيشن، تمام، اللي هي منطقه الاستقبال. طيب منطقه الاستقبال دي تبدا تدخل العربيه، في عندي حاجه اسمها هوبر. الهوبر ده حاجه كده معموله تحت الارض، تمام، الحاجات دي معموله تحت الارض، بيبدا العربيه تبدا تقلب فيها الخام ويخزن فيها الخام هنا. الهوبرات دي او الهوبر ده، عشان برضه الناس برضه ما تبقاش يعني مستصعبه اللفظ، هوبر ده حاجه كده كبيره معموله بخرسانه كبيره جدا، تمام، حاجه ببدا ارمي فيها تحت الارض، تمام. ومحطوط هنا لو انتم شايفين الصوره دي، دي عباره عن حاجات كده اللي هي بتتحكم في الفلو بتاعها، ان الهوبر ده بيبدا عامل عمليه تحكم في الفلو بتاعه. مش هبدا طبعا سايبه كده افضي الاوكسايد بيلتس يبدا ينزل تحت على السير على طول، لا، بتحكم في الفلو بتاعه بحيث ان انا ببدا اخنق ازود او اقل الفتحات اللي انا هبدا انزل منها الخام، تمام، على السيور. عندي هوبر واحد وهوبر رقم اتنين. العربيات بتخش عندي، ده متاح ان انا ادخل عربيتين، عربيه تفضي هنا في رقم واحد وعربيه تفضي في رقم اتنين. طيب فضيت، في عندي بينزل على السير على طول تحتهم، في عندي سير حاجه اسمها ام بي سي 01 وده ام بي سي 02، تمام. الام بي سي 01 او الام بي سي 02 ده يا شباب حاجه اسمها اختصار ل نورمال بيلت كونفير. يعني ايه نورمال بيلت كونفير؟ ده سير او بيلت كونفير، حاجه بتنقل الماتيريال، تمام، ليها وزن ثابت. بمعنى ايه؟ ان انا بتحكم ان انا برمي عليها الوزن، هي نفسها ما بتتحكمش في ان انت تزود الفلو اللي عليها او الماتيريال اللي ماشي عليها كوزن. طيب ام بي سي 01 ده وام بي سي 02، تمام، بيشيلوا قد ايه؟ بيشيلوا حوالي 500 طن. يشيلوا حوالي كام؟ 500 طن في الساعة. يعرف يحرق يشتغل ب 500 طن في الساعة، تمام، كماكسيمم فلو على السير. طيب دول خلاص، دول شغالين 500. طيب الاثنين رقم واحد ورقم اثنين ده بيرموا هما الاثنين على حاجة اسمها ام بي سي 03. طيب ام بي سي 03 كده تتوقع ان هو الماكسيمم كباستي بتاعته هتبقى كام يا شباب؟ لو انا قلت ان انا اللي فوق عندي ده بيشيل 500 والثاني 500، فده الماكسيمم كباستي يشيل كام؟ 5000. تمام، الله ينور عليك. يبقى الساعه بتاعه السير ده، تمام، الماكسيمم بتاعه اللي هي 1000 طن في الساعه، 1000 طن في الساعه. طيب خدت الاوكسايد اللي عندي وطلع على السير اللي هو 03، بيبدا يروح عندي على حاجه اسمها ايه؟ الدايفرتر. الدايفرتر ده عندي بيودي على سكرينج سيستم. ايه دايفرتر؟
والله يا شباب الدايفرتر ده عباره عن حاجه كلمه من كلمه دايفرت يعني يقلب او يحول. تمام؟ ان انا ابدا احول الاكسيد عندي اتنين سكرين. يعني ايه اتنين سكرين؟ اللي هم الحاجه اللي بتبدا ايه تعمل فصل للخام اللي عندي ده للسايز المعين اللي انا عايزه. للسايز المعين اللي انا عايزه. لان اكيد الخام لما انا نقلته حصل فيه ان في حاجات اتكسرت وفي حاجات بقى التراب وفي حاجات بقى السايز بتاعها صغير، فانا مش عايز السايز ده، انا مش محتاجه الصغير ده خالص. فبيبدا عندي يخش على السكرينينج، في عندي سكرين رقم واحد وسكرين رقم اتنين، انا بشتغل بواحده شغاله وواحده ستاند باي. طيب اللي شغاله خلاص هنعتبر مثلا رقم واحد اللي شغاله ورقم اتنين دي الستاند باي، فالمحول تمام لو خدتوا بالكم السهم بيبقى رايح على مين؟ على السكرين رقم واحد، وكده ان هو الاتجاه رايح على رقم واحد ورقم اتنين دي ستاند باي واقفه. دي عباره يا شباب عن كده عباره عن صفين من الحاجه اسمها المش. تمام؟ بيعدي عليها الخام والحجم الحجم صغير بيبدا ينفصل، والحجم اللي انا عايزه احنا بنشتغل على حوالي 5 5.5 يبقى عندي حوالي 5.5 ملم. تمام؟ ده الفتحات بتاعتي، ده السايز اللي انا عايزه. تحته بعتبره فاينز، بعتبره تراب. فوقه ده اللي هو السايز او الحجم البليتس اللي انا عايزه، فده بيبدا يعمل عمليه فصل. طيب الجزء اللي هو اللي انا عايزه اللي اتفصل اللي هو فوق الخمسة ونص، تمام؟ فوق الخمسة ونص هيبدا ينزل يروح على سير اسمه ام بي سي 05. طيب والجزء اللي هو طلع تراب واللي انا مش عايزه بيروح على حاجه اسمها ام بي سي 04. ام بي سي 04 ده بيبدا يفصله ويطلعه على حاجه اسمها باكيت اليفيتور. تمام؟ ده عباره عن سير في جيوب، ده بيبدا يرمي ام بي سي 04 اهو، يبدا يرمي الفاينز او التراب اللي انا مش عايزه، يبدا يرميه في الباكتس دي اللي هي الجيوب. الجيب السير بيبدا يتحرك لفوق ويبدا يرمي على حاجه اسمها ايه الفاينز بن. تمام؟ البن دي او السايلو اللي هي الصومعه اللي انا بخزن فيها الفاينز اللي عندي. تمام؟ وتبدا تيجي عربيات ايه تحمله كل ما يتملي السايلو ده. طيب خدت السايز اللي انا عايزه، الحجم من البليتس الايرون اوكسايد بليتس السايز اللي هو ديزايربل اللي انا عايزه، بيبدا يتنقل على ام بي سي 05 سير تاني. هوريه لكم برده في الصوره يا شباب عشان تبقوا عارفين ام سي 05 ده هو فين في الصوره اللي فاتت. ده يا شباب اهو برده عشان الناس تبقى فاهمه، ادي العربيه اهي عشان الناس تبقى برده متخيله انا بحكي في ايه. دي العربيه اهي داخله، دي اسمها الريسيفنج ستيشن اهو اللي على الجنب اللي مش ظاهره قوي في الصوره. دخلت فضت، وده اللي انا مشاور عليه ده اللي هو الام بي سي 03 اللي هو بيستلم من رقم 1 و2 اللي هو جوه الريسيفنج ستيشن، بيطلع من تحت الارض يبدا يرمي على السكرينينج سيستم اللي شغال فيهم. تمام؟ ده رقم واحد ودي رقم اتنين، هو مثلا رمى هنا على واحد، قلنا الفاينز بتبدا تنزل هنا، تنزل من السير، في سير هنا بس ناقص في الصوره مش موجود. ده بيبدا يرمي على البن دي اللي هي الفاينز بن يا شباب اهو اللي انا بقول لكم عليها، ودي العربيه بتحمل لما الفاينز بن دي تتملي بالفاينز او الحجم اللي انا مش عايزه من ايرون اوكسايد بيلتس. الحجم اللي انا عايزه واللي انا طالبه تمام بيبدا يتنيل على السير اللي ماشي ده كله، يروح ناحيه الثلاثه سايلو دول. طيب عندي ثلاث سايلوهات، تتخيل بقى هو بيعمل ايه عشان يبدا يحول على كل واحده؟ اكيد انا مش هشحن الثلاثه في نفس الوقت. حد عنده فكره انا ممكن اكون بعمل ايه بالظبط كده عشان اشحن الثلاثه دول؟ ايه الطريقه اللي انا بشحن بيها الثلاثه بس مش في نفس الوقت، يعني بشحن كل واحده لوحدها؟ تخيل ام سي 05 ده بيعمل ايه بقى بالظبط؟ ده بيرمي على حاجه اسمها ام بي سي 06، في سير تحته موجود. قبل ام بي سي 06 في حاجه اسمها دايفرتر، شفتوا الدايفرتر اللي احنا شفناه هنا عند السكريننج اللي هو بيحول يا اما يشغل لي على ده على رقم واحد يا اما يشغل على رقم اثنين، مجرد ان انا بحول اتجاه الماتيريال تروح ناحيه ده او ناحيه ده. نفس الكلام هنا، في عندي دايفرتر محول، المحول ده يا اما يرمي على ام بي سي 06. طيب ام بي سي 06 ده هيعمل ايه؟ هيرمي على السايلو اللي من بره دي واللي من بره هنا. طب اللي في النص دي مين اللي هيرمي عليها؟ من ام بي سي 05 مباشره المحول يقلب، الراجل عنده في الكنترول روم في غرفه التحكم بيديله سيجنال في حاجه اسمها عندي هيدروليك بامب، البامب دي بتروح تحرك الدايفرتر اللي هو المحول يخلي اتجاه الماتيريال تمشي على مين؟ تنزل على السايلو اللي في النص اللي هي البن الديلي بن الاوكسايد ديلي بن دي. تمام؟
ترمي عليها الماتيريال. فانا كده عرفت الطريقه اللي انا بشتغل بيها ازاي. باشمهندس قبل الدايفرتور ايه اللي بيخليه ينقل لي عليه؟ طيب عندي دايفرتور ده اللي بيخليني احوله تمام. طبعا كل حاجه في حاجه اسمها كنترول روم، دي غرفه التحكم. انا بدي اشاره كهربائيه بقول له في عندي الدايفرتور ده بيتحرك بالهيدروليك، هيدروليك اويل تمام، عن طريق بامب. البامب بتاخد الاشاره انها يبدا يحرك الدايفرتور، فيروح دايفرتور عباره عن ياخد الاشاره من الكنترول روم ده، يبدا يروح يتحرك الناحيه اللي هو انا طلبتها منه تمام، من غرفه التحكم. يعني انا طلبت ان هو يتحرك ناحيه السايلو اللي في النص، اللي هي الديلي بين اللي في النص دي تمام. فيروح واخد البامب تشتغل تحرك الدايفرتر ناحيه السايلو اللي في النص، وبالتالي الماتيريال عندي تمام تبدا تمشي من السير هنا على طول تمام، وتنزل دايركت مباشره فين؟ على السايلو دي تمام كده شباب. طيب قلنا برضو هنا عشان برضو الصوره هنا مش واضحه قوي، برضو حاول يعني ايه حاول ارسم لكم هنا. قلنا هنا في اهو سير كده بالعرض، السير هنا بالعرض ده تمام. ده يا اما بيتحرك بيرمي هنا، معلش يمكن عشان بس الماوس دي مش كويسه. طيب بيرمي هنا او يرمي في السايلو الثالثه. طيب احنا كده قلنا ده ام بي سي 05. الثلاثه دول حاجه اسمها عندي الاوكسايد ديلي بن، الاوكسايد ديلي بن تمام، اللي هي صومعه الاكسيد تمام اليوميه، اللي دي مستخدمه على طول. دول دي اللي انا بشحن منها الخام عندي بوديها ايه الرياكتور. طيب زي ما قلنا كده ام بي سي 06 هيبدا يرمي على بيتحرك. ام بي سي 06 ده السير اللي هو اللي احنا شاورنا عليه ده، اللي انا هقول لك ده مثلا عليه اهو. ده يا شباب ام بي سي 06 اهو تمام. ده السير اهو اللي بقول لكم عليه. ده الدايفرتر اهو ليه طريقين، الطريق اللي هو زي ما قلت لكم يا اما هيرمي على ام بي سي 06 يا اما هيرمي على البن اللي هي في النص. طب الترتيب عندي بيبقى ماشي ازاي؟ دي رقم 2، دي رقم 3، دي رقم 4. 2 3 4 سير 06 ده عليه الموتور، انا بتحكم فيه من التحكم عندي، بقول له روح على رقم 4 او روح على رقم 2، يا ليفت يا رايت، انا اللي بتحكم فيه. بناء على الاشاره اللي بديها له هو بيروح على دي، على الاكسايد بين رقم 4 او على الاكسايد بين رقم 2. ده بناء على التحكم اللي انا عايزه. قبلها بتحكم ان انا بعمل ايه الدايفرتر على ناحيه السير، ان السير يرمي على 2 او على 4. هلغي السير ده خالص، يبقى الدايفرتر بيروح على رقم 3 اللي هي في النص الزيت. طيب ليه يا شباب تعتقد ان احنا عندنا 3 3 3 سايلو او 3 اوكسايد بنز موجودين عندنا؟ في واحدة في الأول خالص بنخزن فيها الرمل اللي هو الفاينز ده. الفاينز اللي احنا خزناه دي، ده اللي هو في الأول خالص ده. لا أنا بتكلم على الثلاثة دول اللي هم الماتيريال اللي أنا هبدأ إيه؟ ده الأوكسيد بتاعي اللي أنا هبدأ أشتغل عليه. أعمله عملية الاختزال بقى لما يدخل ممكن رأس. علشان البروسيس بعد كده مستمرة مش فاتش، فلازم يبقى عندي مخزون دايم. تمام دي اول حاجه طبعا، الله ينور. ده حاجه طبعا دي حاجه اساسيه. انا المصنع شغال 24 ساعه، هل ينفع اوقفها كذا ساعه ساعتين؟ المصنع ما بيوقفش، المصنع شغال تمام. طيب دي حته ثانيه، ان انا الثلاثه دول بيديني الاتاحيه او يكون بيتيح لي ان انا اعرف اشتغل بكذا خام. بمعنى احنا اتكلمنا، لو حد فاكر انا اتكلمت وقلت ان احنا بنشتغل مع كذا ايه، كذا شركه، كذا خام تمام. حد يفتكر انا قلت الاسماء ايه؟ او ممكن نرجع لها برده لو انتم حابين. فالي ودي اي سي واللي كان. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم يا شباب، الله ينور. صح كده. فانا ممكن اعمل ايه بقى؟ والله انا عارف ان انا بشحن فالي، فهشحن فالي على رقم 2، هشحن الجي اي سي دي تمام اللي هي من بحرين، هشحنها على رقم 3، هشحن مثلا اللي كاب على رقم 4 عادي. اشحن هنا فالي وهنا فالي، هنا مثلا بحرين. ليه؟ لان ده سوق. انا المصنع عندي والله ممكن يكون فيه الفالي النهارده مش موجود، فيه الفالي مش متوفره بعد فتره، فموجود فيها خامه غيرها،
وبالتالي دول بيديوني الاتاحيه تمام ان انا اعرف اشتغل على ايه كذا انواع من الخام. طيب ده ميزته ايه بالنسبه لي؟ والله ميزته ان انا ممكن اجيب خام ارخص شويه وادخله بنسبه ايه قليله مقابل الخام اللي هو مثلا الغالي او النظيف شويه. فده حاجات كده كلها بتبقى ايه اقتصاديا ليا انا كمصنع حاجه مفيده ليا بالنسبه لي ان انا اعرف اجيب خام خام مثلا مش غالي، خام الخصائص بتاعته قليله شويه ابدا احطه في واحده منهم واتحكم في النسبه بتاعته. طيب احنا كده وصلنا ان احنا عندنا رقم 2 3 4. طيب الكباسيتي بتاع دول كام يا شباب؟ الكباسيتي بتاع دول كل واحده منهم 2800 طن. دي 2800 2800 2800. طيب تحتهم على طول في حاجه اسمها كده عندي اللي اسمها سلايد جيت. سلايد جيت دي عباره عن حاجه كده بوابه بالمعنى الاصح بتقفل وتفتح. انا طبعا طول ما المصنع شغال انا عايزها مفتوحه عشان انا بسحب ايه كونتينوس فيدنج للرياكتور تاور اللي هو بيحصل على متر اختزال منه بيحصل على متر اختزال فيه فبيبقى عندي كونتينوس فيدنج في على طول فيدنج مستمر للايه للرياكتور فعلى طول بيبقى ايه شايفها على طول مفتوحه النورمال بتاعها النورمال بوزيشن بتاعها الوضع الطبيعي بتاعها انها مفتوحه. طيب لو حصل لا قدر الله مثلا حصل مشكله وفي سدد هنا فبضطر اقفل دي تمام وابدا ايه اتحكم فيها واحده واحده افتح احرك السير او اللي تحتها اللي بيستقبل منها يعني ليها كذا استخدام. دي اسمها السلايد جيت. سلايد جاي من انها بتنزلق سلايد جيت بوابه. دول تحت كل سايد بن في حاجه اسمها دبليو بي سي. طيب احنا قلنا في حاجه هنا الام بي سي ده حاجه اسمها النورمال بيلت كونفير. انا ما بتحكمش في سرعته ده هو سرعته ثابته ولكن انا بتحكم في الفلو اللي ماشي عليه عن طريق ان انا ازوده اقلله والماكسيمم بتاعه زي ما قلت لكم هنا مثلا في رقم 3 كان 1000 كان 1000. هنا حاجه اسمها الدبليو بي سي ده اسمه واي بيلت كونفير ده بيتحكم بقى في الوزن عن طريق ان انا بديله وزن انا عايزه وهو يتحكم في السرعه بتاعته. لو انا مثلا عايز بقول له اشحن لي مثلا 70% تمام عايز مثلا 70% دي هتمثل حوالي مثلا 150 طن في الساعه فانا بقول له اشحن لي ب 70% ال 150 طن في الساعه دي فهو بالتالي بياخد الامر يبدا الموتور يزود سرعته علشان يبدا ايه يحقق اللي انا طالبه منه. فده الفرق ما بين ال WBC ان هو ذو سرعه متغيره عن طريق ان انا بتغير في السرعه بغير الفلو اللي عليه بزوده لو زودت السرعه هيزيد الفلو لو قللت السرعه هيقل الفلو اللي عليه. طيب يبقى انا كده عرفت الثلاثه اوكسايد بين عرفت الثلاثه دبليو بي سي اللي تحتهم دبليو بي سي 2 3 4. طيب في عندي حاجه اسمها دبليو بي سي 1 اكيد يعني مش 2 3 4 ونسيت رقم 1. 1 ده اللي هو هنا موجود تمام 1 ده ادي موجود هنا اهو. ده بيحصل ان انا ببدا ايه لو في عندي ماتيريال خارجيه بره ده حاجه كده الفلو بتاعه قليل جدا على يعني الفلو بتاعه ليه كده حاجه قليله بحمله بحاجه قليله بس تمام بنستخدمه استخدامات كده معينه وهعرفها لكم برده في الطريق واحنا بنتكلم. لو مثلا برده عندي كميه من اللامب اور انا قلت لكم ان احنا اللامب ده ما بنستخدمهوش او مش محبذ عندنا ساعات بنشحنه عن طريق ايه الهوبر اللي هنا ده اللي هو الرقم 3 ده اللي هو بيرمي على دبليو بي سي رقم 1 هوريكم برده صورته في السلايد دي اهي يا شباب اهو اهو يا شباب اللي انا مشاور عليه بتطلع العربيه هنا تبدا ترمي في الهوبر والهوبر ده تحته السير والسير يبدا يرمي على السير المشترك. طيب رمينا ده السير ده رمى هنا وهنا والسير رقم دبليو بي سي 2 و3 و4 كلهم بيصبوا على سير مشترك اللي هو ام بي سي 07 للعلم طبعا هو 07 ده اتغير عندنا دلوقتي في المصنع اتقسم عشان كان السير طويل جدا 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 فقال لك لا احنا عشان السير ممكن احتماليه ان هو يتقطع كده احتماليه كبيره جدا فقسموا السير لسيرين فبقى الترتيب ام بي سي 08 وبعدها ام بي سي 07. طيب يبقى احنا برده عرفنا الرسمه دي بس اللخبطه اللي فيها ان ده مش 07 بس بقى في 08 تمام و 08 ده بيسلم ام بي سي 07. على ام بي سي 08 موجود حاجه اسمها الكوتنج ستيشن دي محطه الكوتنج. اتفضل معلش ممكن تشرح رقم واحد تاني بياخد منين من بدايته يعني رقم واحد اللي هو دبليو بي سي رقم واحد
طيب انت احنا كده فهمنا مبدا السير اللي هو دبليو بي سي ده اللي هو سرعه متغيره بتتحكم لي في الفلو اللي انا عايزه صح كده بيحقق الفلو اللي انا طالبه تمام ده عليه هوبر صغير كده اهو في الصوره اللي جايه بعدين اهو زي ما وريتها لك هوبر ده اهو لو انت شايف المنظر ده اللي انا بشاور عليه تطلع العربيه تمام بيطلع اللودر اسف تمام اللودر يطلع بيبقى شايل ماتيريال يبدا يرمي في الهوبر يرمي البليتس اللي احنا قلنا عليها دي يرميها هنا جوه الهوبر ده تحته ايه سير السير ده اللي هو دبليو بي سي رقم واحد تمام بيبدا ياخد الماتيريال بكميات ايه صغيره انا بستخدم الهوبر ده امتى لو انا مثلا عندي لامب اور وعايز ادخله بنسبه قليله خالص فممكن انا بشحن اللامب ده هنا وفي عندي حاجه ثانيه اسمها الريمت بس الريمت ده انا هعرفك ايه الريمت ده بس يعني شويه كده مستعجلش كده ده برده بيدخل بنسبه قليله حوالي 5% 3% فده هو ده الفايده بتاعته ان انا بشحن منه بعض الماتيريال اللي انا بستخدمها بنسب قليله جدا 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 مقارنه بمين ده مش متوصل بالسير متوصل كله زي الثلاثة الثانية الله ينور عليك لا السر الاولاني الطويل شوف الله ينور عليك ده مش متوصل بزيرو خمس خالص متوصل ده زي ما قلت لك ده بيتشحن بلودر بيجي يبدا يملى ويبدا يرمي هنا يعني ده حاجه خاصه انا بحط الماتيريال بحط الماتيريال بتاعتي هنا جنبه يخش اللودر بالسكينه بتاعته يشحن ويطلع على المطلع ده تمام ويبدا يرمي جوه ايه جوه المكان ده جوه الهوبر ده يعني ده حاجه لوحده وطفله اللي هو الدبليو بي سي واحد ده صح تمام حاجه لوحده ملهوش بن فوقه اهو شايف منظر اتفضلي يا باشمهندس بيسلم لمين الدبليو بي سي واحد بيسلم لرقم 7 اللي هو انا على الرسمه اللي هو رقم 8 في الحقيقه دلوقتي اللي هم كلهم لو واخده بالك ان الاسهم كلها اهي الاسهم كلها ادي رقم 1 السهم نازل منه على السير ده ورقم 2 على السير نفس السير وثلاثه على نفس السير واربعه على نفس السير طيب قلنا في عندي حاجه اسمها كوتنج ستيشن دي ببدا ان انا اغطي الماتيريال وهي رايحه للرياكتور بحاجه اسمها اللايم تمام اللايم سوليوشن ده عباره عن جير تمام اللي هو الكالسيوم كربونيت بخلطها بميه وابدا احطها على البليتس اللي رايحه للرياكتور. طيب ايه فايدتها يا شباب؟ فايدتها انها بتمنع ان يحصل ان واحنا جوه الرياكتور عشان في حرارات عاليه فبيحصل احيانا حاجه اسمها كلاستر ان البليتس تبدا تمسك ايه؟ في بعضها. تمام؟ تبدا تمسك في بعضها وتلاقيها ماسكه في بعضها فده بيعمل لي مشكله كبيره جدا جوه الرياكتور وممكن يسد الرياكتور كله. ففايده الكوتنج ستيشن دي انها بترمي اللايم سوليوشن ده محلول اللايم اللي هو محلول البير تمام على البليتس علشان تمنع عمليه الكلاستر تمام ان يحصل تكون للماتيريال انها تبدا تمسك في بعضها وهي جوه الرياكتور فدي فايده الكوتنج ستيشن فدي هتلاقيها بعد ايه بعد ما الاربعه دبليو بي سي اللي هو 1 2 3 4 بيرمي على السير خلاص ضمنت ان كده كل الماتيريال موجوده عندي ابدا اغطيها بالمين بالسوليوشن ده بالمحلول اللي انا ايه هرميه عليها ده تمام قلنا ده هيبدا يسلم حاجه عندي اسمها الفليكسويل تمام ده اللي احنا شايفينه يا شباب ده الطويل خالص ده هجيبها لكم برده على الرسمه هنا اهو لو انتم شايفين الفليكسويل ده اللي هو ده شايفين اللي انا مشاور عليه ده من بره ده يا شباب ده اللي ماشي وطالع لفوق خالص ده كده ده اللي اسمه الفليكسويل ده عباره عن سير فيرتيكال بياخد الماتيريال كلها اللي مشيت على السير اللي هو 07 ده كله 07 يبدا يرمي على الفليكسويل تمام والفليكسويل يبدا يرمي على حاجه اسمها اللودنج بن تمام بن كده كبيره بتبدا ايه برمي عليها الماتيريال الساعه بتاعتها حوالي 240 او 245 طن في الساعه هوريها لكم برده هنا في الرسمه اهو يا شباب كده اهو لو انتوا واخدين بالكم السير استلم من هنا رمينا عليه البليتس الاوكسايد بليتس الايرون اوكسايد بليتس تمام رميناها وصلت لهنا اهو ده كده وصلت مين الرياكتور تاور خلاص كده هي بدات تدخل معايا كده ايه الرياكتور ده يا شباب كده باشمهندس
اتفضل. هو اللي بيضخها فوق هواء ولا ولا ايه؟ ولا هو اللي هو مايل سنه فالسير هو اللي بيمشيها؟ ايه قصدك ايه؟ معلش سؤال تاني، ايه اللي بيضخها؟ الماتيريال اللي جايه من السير. اه بي ال سي 08 او 7. حلو تمام. الفيرتيكال دي ايه اللي بيضخها فوق؟ يعني هي تبقى جايه هوريزونتال، ايه اللي بيضخها لفوق؟ فيرتيكال، فهمتني؟ حلو. هواء ميه فهمتك. السير ده اللي هو الفيرتيكال ده عباره عن جيوب، جيب وصل لك؟ عباره عن جيوب، فالجيوب دي انت بتملاها، بترمي عليها البليس، هو على طول شغال وانت بترمي عليها، فهي بتملى ايه؟ بتملى في الجيوب ده، فالجيب وانت طالع ما بيقعش، هو الجيب واخد ميل ان عمر ما البليس اصلا تقع منه. تمام تمام. هوصل لك برضه، حاول يعني حاول ارسمها على سؤال يا باشمهندس. ايه؟ عندي سؤال. اتفضل. بس عشان ما اكونش مركز، هو الهوبرز اللي هي بتكون جنب الصامع اللي هو WBC1 ده، الماتيريال اللي بتتحط جواه ايه؟ قلت لك يا اللمب. تمام. يا اما في عندي حاجه اسمها الريمت، وهقول لك ايه الريمت ده في الاخر ان شاء الله. بيكون عندي ماتيريال مثلا انا عملت كان فيها فاينز والكلام ده، وانا عملت لها سكريننج خارجي، باجي ابدا احطها هنا برضو. تمام. يعني انا ده اللي بيمشي على سير 5 ده البلت. الله ينور عليك. ده اللي بيروح للثلاثة ايه؟ للثلاثة بن. لكن ده بيحمله بلوادر، لو خدت بالك من الصورة. تمام. بلوادر. في لودر على الصورة جنب اهو، مرسوم اهو، حتى اهو اللودر اهو. تمام. بيبقى مرمي هنا جنبه البلتس اللي انا هرميها دي بكمية صغيرة، بحطها جنبه، واللودر يخش يرفع ويرمي في مين؟ في الهوبر. تمام. طيب انا بحاول برضو ارسم لزميلكم، يعني رب اعرف بس ارسم على البتاع ده. الفليكسبل ده كده شباب اهو، بيبقى عباره عن السير ماشي كده اهو. تمام. وبيبقى في السير في باكتس واخد الشكل ده، الشكل ده لو يعني ايه، يا رب يكون وضحت دلوقتي كده. تمام. هرسمها لك برضه اهو كده اهو، ده اللي انا بعمله اهو الفلكسول كده اهو، دي الباكتس بتاعته ماشي، دي تبدا تطلع اهو لفوق، دي اللي هي الجيوب يا شباب اهو. هنا البليتس بتاعتها، البليتس بتبقى هنا كده موجوده، هنا في الجيوب دي كلها موجودة هنا اهو. تمام. رمى عليها السير اللي هو من مين؟ وصلت كده يا شباب؟ ده 07 اهو. تمام. بينزل البليتس كده اهو. تمام. على ويبدا ايه؟ ادي البليتس هنا بتترمي هنا في المين؟ في الجيوب. في الجيوب يبدا يملى الجيب، فهو طالع فيرتيكال مش هيتقع. شفت شكل الجيب شكله ازاي؟ واخد الحناء لفوق علشان الماتيريال عمرها ما ايه؟ ما تقع منه. وصل له؟ طب هو ده بيبقى بيلت ولا اليفيتور ولا ايه بالظبط؟ هو ده اسمه فليكسويل، ده الاسم بتاعه، ده احنا ده المسمى اللي احنا يعني المسمى واخدينه ده من دانييل، اللي هم اللي مسمينه فليكسويل بالاسم ده. تمام. وهو ده سير بيلت كونفير. تمام. ليه شكل معين بالمنظر ده، ده بيلت يعني، ده سير بالشكل ده. تمام. بيبدا هنا يا شباب برضه عشان الناس تبقى متخيله الوضع، انا معايا صوره ليه بس مش متذكر الصراحه، بس هجيبها لكم يعني، احاول اجيبها لكم. هنا دي يا شباب اسمها رولات، هنا بيبقى في روله بيلف حواليها. تمام. بيلف، دي اللي بتاخد الحركه بتاعته، بيتحرك حواليها عشان الناس برضه تبقى فاهمه المنظر ده شكله ازاي. يعني السير بيبقى جاي كده بالوضع ده، السير كده كله اهو لحد ما بيرمي اهو كده. هنا في رولة وهنا في رولة اهو بيلف حواليها، وهنا في رولة، وهنا الموتور ده ايه؟ ده ادي الموتور بيحرك. تمام. يحرك الرولة يخلي السير كله بيلف حوالين ايه؟ الرولات دي كلها. السير كده بامتداده عليه رولات كتيرة جدا عشان السير يبدأ ايه؟
يتحرك تمام كده شباب لحد ما بيجي يرمي زي ما قلت لكم هنا اهو. تمام تمام. اللي هي ايه اللودنج بن، اسمها ايه اللودنج بن. بس انا كده وصلت الايرون اوكسايد لحد مين؟ لحد الرياكتور. طيب ادي برضو المنظر اهو شباب، ادي الفليكسول اهو خلاص، ده ادي الفليكسول، ادي المنظر اسمه اهو بالظبط، بيرمي على حاجه اسمها اللودنج بن عن طريق دي اللودنج بن او الاتموسفيريك بن. يعني ايه اتموسفيريك بن؟ تمام، دي حاجه بخزن فيها الاكسيد بن، الاكسيد بيلتس مفتوحه على الجو فاسمها اتموسفيريك، هي ما فيهاش ضغط اسمها ايه اتموسفيريك. ده الروتد شارجر، الروتد شارجر ده عباره عن حاجه دراع كده بيلف الموتور، انت بترمي هنا في حاجه في اربع سكاشن لو خدت بالكم، دي اربع بنات تمام. طب هوصلها ازاي؟ ده اسمه سكشن 1 و2 و3 و4، بيبدا ده يلف بالموتور تمام، حركه متساويه دائريه، والماتيريال تنزل عليه وهو يلف يبدا يملا ايه؟ يملا السكاشن بتاعتنا تمام. ادي المنظر بتاعه يا شباب اهو، ادي اهو الماتيريال، اعتبر ان الماتيريال او البيلتس نازله في الجزء ده وماشيه كده فيه، بتمشي وده يلف بيبدا يملا مين؟ يملا السكاشن اللي هي دي. خلاص احنا كده وصلنا ان انا شحنت الايرون اوكسايد ده، وصلت بيه ان انا حطيته في اللودنج بين، وقلنا اللودنج بين دي عباره عن متقسمه اربع سكاشن تمام، كل سكشن متوصل ببن تحتها، ببن ايه تحتها، بن صغيره كده، البن الصغيره دي كام؟ 15 طن، وده اللودنج، ودي اللودنج بن قلنا اللي هي الكباسه بتاعتها 240 او 245، يعني انا مش متذكر بالظبط 40 او 45 الكباسه بتاعتها اللي هو يعني الماكسيمم بتاعها، بتبدا تشحن منها للبنات تمام، ومن البنات دي بتروح تبدا ايه البن، كل بن تبدا ايه شحنت ده خلاص فتحته على الجو وشحنته، وابدا بعد كده اشحن البن دي اتشحنت، ابدا ايه افضي في مين؟ افضي في الرياكتور. باشمهندس معلش، في الخطوه اللي قبلها كان الكباستي كانت بتوصل حضرتك قلت 250 طن او كده، ودي 15 طن بس، دي كده مش بتبطئ العمليه كده ايه؟ بتخلي العمليه ابطا يعني، فبتستنى لسه البن دي تفضى بعد كده لسه يعني ما ادري. طيب كويس خالص، ما تنساش ان انت عندك في اربع منات تمام، في 15 ب 60، فهتلاقي مثلا واحده فضت، تلاقي واحده لسه بتملى، فهتلاقي واحده فضت واحده لسه بتملى، فانت عندك العمليه ايه كونتينوس. انا زي ما انت بتكلم كلامك صح، ساعات بيوصل عندي ليفل ايه ال 240، يعني وصلت هنا 240، فانا ممكن اوقف ايه الشحن شويه 10 دقائق ربع ساعه يبدا ينزل معايا تمام. تنساش ان انت عندك الشحن بتاع الرياكتور ده شحن مستمر، لان الرياكتور على طول ايه بتفضي منه بتفرغ منه. وصلت الصوره ولا لسه؟ ايوه، بس هو كده ممكن يجي في مرحله ان هو يوقف السيرات بتاعت 7 و8 مثلا عشان بس الله ينور عليك قوي. الله ينور عليك، صح صح جدا، بنوقفها بس بنوقفها وقت قد ايه بقى تتخيل؟ تلت ساعه ربع ساعه 25 دقيقه لو انا عندي ليفل كده الليفل عندي عالي خالص تمام. اول مثلا ما كان عندي 240 250 وصل لمثلا 110 ابدا اشغل ايه من تاني عشان ابدا اعلى بالليفل وابدا اكمل ايه الشحن. وصلت المعلومه كده؟ سؤال يا باشمهندس، هو ليه انا يعني حاطط انا الاتموسفيريك بنز هم الاربع سكاشن، ليه حاطط تحتهم برضو اربع سكاشن بنز تاني؟ يعني ايه السبب؟ سؤال ممتاز، سؤال ممتاز جدا. الرياكتور بتاعنا يا شباب اللي احنا بنشتغل عليه، يعني ده كنت جاي لكم هنا في الرياكتور تمام، برضو خلينا نبدا ندخل على الرياكتور اهو بالمره. الرياكتور ده ايه ظروف الشغل بتاعته؟ حد عنده معلومه؟ الرياكتور ده بيشتغل عند ضغط تمام 5 بار. ده يا شباب عشان تبقوا متخيلين حجم الرياكتور تاور ده شكله ازاي، انت متخيل شايف الروافع اللي ده كانت في مرحله كونستراكشن، مرحله انشاءات المصنع، انتوا متخيلين المنظر شكله ازاي؟ يعني في راجل واقف تحت اهو تمام. بالنسبه للرياكتور فهو حاجه ضخمه جدا 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 يعني، ده برضو عشان الناس كانها تبقى ايه موجوده، كانها يعني الى حد ما الموضوع محاكي للوضع المصنع بالظبط كده، عشان برضو الناس ما تبقاش فايتها منين ما تحبوا تيجوا زياره ان شاء الله، وربنا يكرمكم كده والدنيا تنفك يعني والدنيا ترجع طبيعيه، لما تيجوا زياره الناس ما تبقاش ايه
لا تبقى في ناس عارفه وشافت المصنع كده حتى لو في صور وفي شرح، فالناس تبقى واخده فكره كبيره جدا عن المصنع وهي رايحه باذن الله يعني. فده منظر الرياكتور يا شباب اللي احنا بنتكلم عنه. ماشي، ده المنظر بتاع الرياكتور اهو، ده الرياكتور الازرق اللي هو جوه ده اللي احنا شفناه وهو بيطلع. ماشي يا شباب، خلصنا احنا كده، وصلنا ان الماتيريال دلوقتي فوق الرياكتور، والراجل يعني في المهندس اللي سأل دلوقتي علم ان احنا ازاي ليه عندي موجوده في عندي اربع بنات. طيب اولا عندي يا باشمهندس ان انا عندي الرياكتور ده كده شباب، الصوره مظبوطه تمام مفيش اي مشكله صح؟ الرياكتور ده يا شباب بيبقى شغال عند ضغط مضغوط بحوالي 5 بار من الغازات الايه اللي هي المختزله السي او والهيدروجين، بالاضافه ان بيكون عندي بعض الغازات الثانيه زي السي اتش 4 موجود بنسبه معينه في الغازات تمام. فتخيل ان كل ده مضغوط في 5 بار، هل تتوقع ان انت تعرف تشحن من اللودنج بين اللي هي مفتوحه على الجو دايركت للرياكتور اللي هو مضغوط فيه 5 بار كميه غازات رهيبه؟ لا طبعا، عباره عن فيزل تمام مليانه بالخام تمام، والدي ار اي تحت هنا والخام ومليانه بالغازات، غازات كميه غازات رهيبه جدا تمام، توصل لحوالي مثلا عايز اقول لك ان فيها يعني 400,000 و300,000 متر مكعب في الساعه من الغازات. تتخيل الغازات دي اللي هي فيها هيدروجين وفيها سي او عند الحراره العاليه اللي هي بتوصل حوالي 960 980 درجه، ينفع افتح من الرياكتور ده دايركت مباشره على الجو ولا ما ينفعش؟ هو ما ينفعش يا باشمهندس، انا لازم احط في الاتموسفير بنزل الاول وبعد كده افتح لبنزل ثانيه ارفع فيها الضغط وبعد كده اقفلها وافتح على الرياكتور، فينزل للرياكتور اللي تشارج اساسا بضغط عالي. خليكوا يا شباب. طيب خلاص وصلنا زي ما قلنا كده، دي مناطق الرياكتور عندي، الريدكشن زون، الايزوباريك زون، الكولينج زون. قلنا ان الدي ار اي بيخرج من الريدكشن زون دي بحوالي 400 درجه يبدا يخش، فلازم اعمل له عمليه تبريد، ما ينفعش اطلعه كده على الجو، عشان لو حصل ان انا طلعته على الجو بالحراره بتاعته دي في وجود الاكسجين بتاع الجو هيحصل على طول ايه تفاعل الحديد مع الاكسجين عشان يتاكسد، وده تفاعل اصلا ايه اكسوثيرميك، تفاعل هيدي حراره فبيحصل حريقه على طول مباشره. يا باشمهندس اللي سالتني السؤال، هل كده وصلت الاجابه ولا لسه؟ طيب عشان برضو ايه ما اطولش عليكم، احنا وصلنا ان احنا عندنا قلنا الاربع شارجنج بن دي، فايدتها ان انا في الاول عشان اجي اشحن البن بقفل تحتها عندي حاجه اسمها المانوال بلاك فولف تمام، بقفل بينها وما بين الرياكتور تمام عن طريق صمامات معينه تمام، فيبقى كده عندي البن كده ايه قفلت ما بينها وبين الرياكتور، فانا كده ضامن ان مفيش ضغط ايه هيطلع منها. البن وهي بتفضي للرياكتور كانت مضغوطه فهي فيها ضغط، بفنت الضغط ده بعمله عمليه فينتنج، بشيل بفتح كده صمام بطلع الضغط اللي جواها ده على الجو كويس كده. بعدها شباب كده البن كده جاهزه، بقى الضغط بتاعها يعتبر ايه زي الضغط الجوي، الضغط بتاعها بقى معادل للضغط الجوي، فاروح افتح صمام من الاتموسفيريك بن تمام يفضي في مين من الاتموسفيريك لودنج بن دي، يفضي من السكشن بتاعها على البن اللي انا ايه اشتغلت عليها، هيفضي من هنا على البن دي، اروح اقفل بعد كده البن دي هتتملي عندي تمام. البن دي بعرف انها اتملت عن طريق سويتش كده او سنسور معين بيقول لي ان كده البن اتملت، خلاص البن عندي اتملت، اروح اقفل ما بينها هنا تمام. خلاص اقفل بقى هنا، خلاص قفلت كده مفيش، خلاص مش هشحن تاني، البن كده مشحونه. اروح بعد كده اضغطها بنيتروجين، بنضغط بنيتروجين علشان اعادل الضغط هنا، يبقى زي بتاع مين؟ زي بتاع الرياكتور، عشان افتح من ضغط نفس الضغط على نفس الضغط. خلاص عدلت الضغط زي ما هو تمام، اقفل النيتروجين، خلاص اقفل خط النيتروجين ده اللي انا ضغطت منه، والضغط بقى هنا زي اللي في الرياكتور. اروح اعمل ايه؟ اروح افتح الصمامات اللي انا قفلتها وابدا اشحن مين؟ الرياكتور. وصلت المعلومه دي ولا لسه يا شباب في حاجه واقعه منكم كده؟ لا تمام كده تمام ان شاء الله. لو سمحت يا باشمهندس ممكن تعيد من بدايه ما رجعنا لانه كنت في الحمام. طيب ولا يهمك. ماشي ماشي، شكرا يا باشمهندس.
بص يا هندسه، احنا وصلنا ان احنا قلنا ان في ماتيريال عندي او عندي الخام البيلتس موجوده في مين؟ في اللودنج بن، صح كده؟ وعايز احنها على الرياكتور. طيب في مين ما بينهم؟ في عندي حاجه اسمها تشارج بن صغيره كده اللي هي 15 طن ما بينهم. فبعمل ايه؟ بعمل ان انا بعزلها، بقفل صمامات تمام ما بينها وما بين الرياكتور، في صمامين هنا بقفلهم، والبن لو فيها اي ضغط بفضيه بفنته على الجو تمام، لو فيها اي ضغط بفنته على الجو، اعمله فينت، فينت اللي هو ايه؟ اخرجه بره البن على الجو. خلاص خرجت الضغط اللي جواها، بقى الضغط جواها معادل للضغط الجوي، معادل للضغط اللي فوقها. ساعتها اروح افتح الصمامات اللي ما بينها وما بين مين؟ ما بين اللودنج بن دي كلها. فيبدا يملى من هنا السكشن بتاعها ده، الماتيريال تبدا تنزل منها للبن على طول، تبدا تملى مين؟ تملى البن دي. تتملي، في عندي سويتش، في عندي سنسور اسمه ليفل سويتش هاي، اول ما الليفل جوه البن يلمسه ويحس ان في ماتيريال وصلت خلاص يقول لك لا اقفل بقى، خلاص كده البن دي اتشحنت. يروح يقفل مين؟ يقفل هنا، يقفل ده خلاص، ده كده الوضع ده بيتقفل هنا خلاص، يتقفل. طيب دي دلوقتي استيل الضغط جواها زي الضغط الجوي. طيب وهنا في ضغط 5 بار، ينفع افتح ده على ده؟ خطر جدا تمام. فبعمل ايه؟ فاروح اضغط نيتروجين تمام، اوصل الضغط بتاع البن ده تمام لكام؟ نفس الضغط بتاع الرياكتور اللي هو بيوصل حوالي 5 بار او 5.3، احنا بنشتغل على 5.3 يعني. اضغط البن، وبعدها البن الضغط اقفل النيتروجين، وبعد النيتروجين اروح ايه؟ البليتس اللي هنا دي تنزل تملى مين؟ تملى الرياكتور. وصلت كده يا باشمهندس ولا محتاج اي سؤال تاني؟ لا تمام تمام. ماشي يا شباب، كده ده الكلام ده كله بالنسبه لمين؟ للاربع بنات تمام، بيتملوا بنفس الطريقه، وبشحن منهم الرياكتور بنفس الطريقه. طيب نخش على مين؟ الرياكتور اللي هو الرمز بتاعه الاف اي 11. ايه الرياكتور ده يا شباب؟ ده عباره عن حاجه اسمها الموفنج بيد رياكتور تمام، او الهيتروجينيوس رياكتور. ليه هيتروجينيوس؟ تمام، لان الرياكشنز بتحصل ما بينه بين سوليدز وجازز. السوليدز اللي هي عباره عن ايرون اوكسايد، والجازز اللي هي السي او والهيدروجين تمام. طبعا نتيجه ان الرياكتور هنا عندنا متقسم لثلاث مناطق. الرياكتور عندنا في المصنع متقسم لثلاث مناطق، ركزوا معايا واعرفوهم. حاجه اسمها الريدكشن زون، المنطقه اللي بيتم فيها عمليه مين؟ الاختزال. في حاجه عندي اسمها ايزوباريك زون تمام، وهي دي منطقه تعادل الضغط. في حاجه عندي اسمها كولينج زون. طيب واحده واحده بالتفصيل كده. الريدكشن زون يا شباب، بص يا شباب، البدايه كالاتي: الرياكتور كله تمام مليان ماتيريال من تحت لحد فوق خالص، بتدخل غازات من هنا، الغازات بتدخل تمام بدرجه الحراره العاليه بتاعتها اللي 960 970 980 اين ما يكن تمام، بالفلو بتاعها تقابل مين؟ تقابل اوكسيد اللي هنا. يبدا يحصل عمليه الاختزال اللي هو السي او والهيدروجين، يبدا ياخد مين؟ ياخد الاكسجين من البلتس اللي موجوده في الاريا دي، في الزون دي بتاعه الاختزال. ويبدا يخرج عندي مين؟ نواتج التفاعل اللي هي قلنا يا شباب نواتج التفاعل بتاع الاختزال. تمام، الحديد لا الحديد ده زي ما هو سوليد ستيت، ده حاجه صلبه مش هيخرج. H2O CO2 تمام، الله ينور عليكم. ال H2O والCO2 هيخرجوا منين؟ هيخرجوا من فوق تمام. الغاز داخل كده بالضغط وطالع، هيطلع ايه؟ من الناحيه اللي فوق دي. وهنا تحول بقى عندي، بقى بدا يظهر عندي مين؟ ال DRI. ما انا اختزلته اللي في الوش ده كده كله، ده كده بقى ايه؟ DRI. بيبدا ينزل ايه؟ تحت عندي انا بسحب من الرياكتور اهو، بفضي الرياكتور مستمر، في انتاج مستمر على طول، فانا بفضي، فالدي ار اي بيبدا ينزل. في عندي حاجه اسمها الايزوباريك زون، دي منطقه معادله الضغط، معناها ان الضغط فوقها تمام زي الضغط تحتها. واصله لكم؟ الضغط فوقها زي الضغط ايه تحتها. فدول الثلاث مناطق بتوع الايه؟ بتوع الرياكتور. وصل هنا الدي ار اي، وصل هنا بينزل حاجه اسمها الكولينج زون. ايه الكولينج زون يا شباب؟ الكولينج زون دي تمام، دي اللي هي المنطقه اللي انا ببرد فيها الدير اي. الدير اي بيطلع من المنطقه بتاعه الريدكشن دي بحوالي كام؟ بحوالي 400 درجه. طب هل ينفع انا 400 درجه دول انزلهم على الجو؟ هيحصل انفجار، لان الدير اي ده عباره عن حديد، مع الحراره الاكسجين هيبدا يحصل حريقه. ويعني وياما تعرضنا لحرائق في المصنع عندنا نتيجه ان الدير اي لما